تحية لجميع المشاهدين اللي انضموا هلأ لقناة ال بي سي وروتانا خليجية حتى يتابعوا معنا حلقة جديدة من برنامجنا. موعدنا مثل العادة بيستمر معكم لمدة ساعتين ونص من الوقت، من ساعة واحدة ونص لساعة أربعة بتوقيت بيروت، ومن ساعة اثنتين ونص لساعة خمسة بتوقيت المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله اليوم حلقتنا تنال أعجابكم. بهاللقاء رح نترافق اليوم أنا وزميلتي نيفين. بتحب لكلمة زميلتي. كيفك نيفين؟ أهلا وسهلا بزميلتي نانسي. منيحة الحمد لله. الحمد لله كثير منيحة. أنا كمان أكيد بدوري بدي رحب بكل المشاهدين اللي عم يحضرونا بلبنان وبالدول العربية، وبدي أدعي الكل يقضي معنا نهار الأحد ساعتين ونص من الوقت، وفيهم فقرات عديدة ومتنوعة بتهم كل أفراد العائلة. خلونا نتعرف سوا على محتوى حلقتنا بهاللمحة السريعة. الاضطرابات النفسية اللي بتواجه الرجل وأيمتى ممكن يلجأ لمعالج نفسي مع الدكتور كارول سعادي. جوانا نوفل وأفكار أساسية تتعلق بجهاز طفلك. خبير التجميل نبيل مخول ومكياج سهرة مباشرة على الهواء. والفنان إلي كلاس بدي وطبعا رح يكون في عنا مواضيع تانية بتهم كل الأسرة. منرحب بضيوف فقرتنا الأولى اختصاصية التغذية هلا عقيقة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم. كيفنا؟ ماشي تمام. وطبعا نجم برنامجنا كل نهار أحد بيطلع علينا الأخصائي بطب الأسنان دكتور رائد لطوف. كيفك دكتور؟ الحمد لله طبعا. شو الأخبار؟ يعني اسم الله عليك اثنيناتكم مضويين هون لون العيون اسم الله هون الكفات الخضراء غير شكل اليوم. تسلمي. جميل. أهلا وسهلا. شو عنا اليوم؟ عن شو رح نحكي دكتور؟ انا رح احكي عن تقنيه جديده اسمها الكات كام، اللي بتعرف اذا واحد بده يعمل اي تلبيس كراون او بريدج بده ينطر المختبر تقريبا اسبوع مشان يقدر يركز. صح. اليوم بهالتقنيه بتسمح لنا هو والمريض قاعد على الكرسي بظرف ساعه يكون الكراون او البريدج جاهز ويركبه، يعني بتختصر الوقت. تكنيك جديده حلو، لكن رح نفوت بتفاصيل اكثر خلال حلقتنا عن هالموضوع هيدا. وانت هلا شو رح تحكينا؟ اليوم رح نحكي عن الكافيين وتاثيره على الجسم، وبدنا كمان نجاوب المشاهدين على كل هالتساؤلات اللي بيكون عندهم اياها بتخص الكافيين والكالسيوم. الكافيين والسيئين يعني نحكي عن منافعه وسيئاته بذات الوقت. صحيح. اوكي. انا كثير مبسوطه بس تكون هلا معنا لانه بحفظ دائما النصائح وبصير بالحلقات الجايه ارجع اعيدهم بطبقهم 100%. مثل ما تعودنا نحن وضيوفنا اكيد دائما عندنا اخبار وجوله حول العالم، وبالبدايه رح تبقى معي ومن السعوديه، وخبريتي هي انه افتتحت فتيات سعوديات بمدينه بريده بمنطقه القصيم مطعم للمأكولات السعوديه والعربيه تحت مسمى بنات الديره، وبيعمل وبيشتغل المطعم لأول مرة بطاقم نسائي كامل بيبلغ عدده 20 عاملة، وبيقدم الطلبات كمان خارجيا خلال فترتي الصبح والمساء. وبحسب صحيفة أنباء القصيم فإن الفتيات بيسعوا لتقديم الوجبات وهي وجبات صحية وأكلات أيضا شعبية ليكون مشابه أكثر للأكلات المطهية بالبيوت. يعني لنتفق على شغله انه الست هي اللي اكلها اطيب من الرجل ولا تاكل اكل صحي واكل بيت، فلازم يكون من تحضير النساء. صح يا هلا؟ هلا انا رح صف معك يعني بس احكي بس يعني عم بضحك. سكر سليمان خوان سكر دينيك. نحن اليوم ثلاث بنات على اثنين رجال فشوي صوتهم مسموع اكثر. دائما صوتهم مسموع اكثر. بس هو المطعم بالسعودية كمان طبعا. فكرة كتير حلوة ومهضومة انه من 20 صبية، والاكل الاهم انه بيشبه الاكل المطهي بالبيت، يعني ما بحس الواحد حاله عم ياكل فاست فود. انا حبيت الخبرية ما بعرف اذا حبيت. لا مبادرة كتير حلوة وخصوصي اذا الاكل قريب من البيت، بس بيت يعني طالما هو اكل تقليدي وكتير قريب، ومبادرة حلوة يعني كمان من النساء ويقدروا كمان يشتغلوا ويقدروا يبينوا عن قدراتهم. هيدي خطوة كتير مهمة كتير مهمة، وان شاء الله تكون كمان تتوسع اكثر واكثر واكثر. دكتور شاطر بالطبخ؟ بتعمل بتطبخ ولا لا؟ ما خصك. لا أبداً, ابدا ابدا ما بطبخ ابدا ابدا. واي مطبخ المفضل عندك؟ كنت قلت الياباني بحبه، بس يكون فيوجن
الياباني بيور ياباني ما كثير حبيته قد الفيوجن، يعني الياباني بمنطقتنا بحبها اكثر من الاكل الياباني باليابان نفسه. اوكي. لانه في فيوجن هون بيعملوا له تعديل كثير، بيزيدوا النكهات اللي نحن بنحبها اكثر منها، بيعملوها على طريقتنا اكثر. على طريقتنا بخلطوها. اوكي، هلا شو خبريتك؟ خبريتي انا بما انه رح نحكي بسياق الحلقه عن الكافيين، هي عن دراسه اثبت من خلالها العلماء انه تناول الكافيين على القليل 3 فناجين يوميا عند النساء هالشيء ساعدهم يكون عندهم ذاكره اقوى، يعني مؤشر الذاكره عند النساء تحسن من خلال شرب الكافيين لفتره معينه من الوقت. انعملت هيدي الدراسه على 500 رجل وامراه عمرهم اقل من 60 سنه. عند الاشخاص الرجال اللي كانوا عم يتناولوا الكافيين بمعدل 3 فناجين واكثر ما تحسن عندهم الذاكره، ما تحسنت عندهم الذاكره، اما عند النساء فكان التاثير ايجابي اكثر من عند الرجال. اوكي. اقول لكم من هيك دائما بيتهمونا انه نحن بنعلق على التفاصيل وبنتذكر قصص سنه ما هن الرجال بيتذكروا على ذوقهم، الرجال بيتذكروا على ذوقهم، النساء بيتذكروا كل شيء، بيعلقوا كثير انه بنحب الصبحيات وفنجان القهوه. لا عن جد انا على فكره اذا ما بشرب قهوه الصبح بحس دماغي ما بيوعى. أيه لازم اشرب قهوه ضروري ضروري ضروري. هلا قديش هي منيحه وقديش هي سيئه انت بعد شوي رح تخبرينا. هلا اصلا هلا بحلقاتنا دائما ننسي اذا لاحظتي عم نجيب كثير سيره القهوه وايجابياتها، حتى مرة الماضي كنا عم نحكي انه بتعطي سعاده من 3 فناجين لخمس فناجين بتعطي سعاده ان كان للرجل للمراه، فعم نحكي عن اهميه القهوه، فحاسه انه هيك الدراسات كثير مهتمه بموضوع القهوه لسنه 2015. والدراسات صارت يعني كنا مثلا معود كنا نسمع اشياء عم نلاقي انه غلط اللي كنا نحن صح. اللي كنا بنعرفه غلط صار في اشياء غير، يعني مثلا كنا نسمع في اشياء كانت بركي مضره مع الوقت اكتشفوا انه لا بالعكس منيحه. صحيح بيطلع هي كمان الامور نسبيه، يعني هلا هن عم بيضووا على نقطه معينه بتتعلق بالذاكره. طبعا معروفه انه القهوه عندها المفعول التنبيه، يعني بخلي اللي بيدرسوا اللي بيشتغلوا بيجربوا يشربوا قهوه ليكونوا واعيين وصاحيين وبتزيد الذاكره. بس كمان في شغله لازم نشدد عليها، اللي ما بيشرب قهوه مش معناتها اذا سمعنا عم بيحكي انه يبلش ياخذ 3 فناجين قهوه ليصير تزيد الذاكره عنده، هيدي شغله كثير مهمه. بينما اللي بيشرب كثير قهوه لازم يعمل باعتدال، يشرب باعتدال 3 فناجين 4 فناجين، يعني في لها افاده من الموضوع. بس اذا واحد مش انه سمع هالخبريه انه ايه لازم نشرب فاذا قهوه لتحسن الذاكره، لا، لانه هي عادي وهي نمط. مثل ما قلتي نانسي، اذا وعيت الصبح ما شربت القهوه بتحس راسك عم بيوجعك، بس اذا بتوعي وبتشربيها بدون كافيين ما حدا قال لك انه كافيين رح تعطيك نفس الافكت، لانه هو الموضوع صار نمط ونفسي اكثر ما هو حاجه أكثر. كمان بس للكافيين صحيح، مثل ما مرات بتعود على دواء بيعطوه مرات شو ما كان فكر انه هو زيت الدواء بيعطوه حبه بلاشي شو بتعود. على كل حال اذا بتحبوا الكافيين او ما بتحبوا الكافيين بدنا نشرب تابعوا رح تتابعوا فقرتنا مع هلا بعد شوي رح تحكينا عن سيئاتهم وحسنات القهوه. دكتور شو خبريتك؟ ما زال عم نحكي عن الذاكرة، وقبل ما ننسى كمان نفس الخبرية من بريطانيا من جامعة شيفيلد كمان اكتشفوا شغلة بالدراسة العلمية انه أول سنة من عمر الطفل بتحدد كثير قوة الذاكرة عنده، وهيدي الشغلة كانت مرتبطة بالنوم، بكمية النوم اللي بيتمتع فيها الطفل بعمر السنة، يعني من صفر لسنة. أخذوا 216 طفل عملوا عليهم دراسة وتبين معهم انه الأطفال اللي نومهم غميق وأطول من الأطفال اللي بيناموا أقل نسبة الذاكرة عندهم مرة ونص أكثر من غيرهم. نعم. يعني بتزيد تقريبا مرة ونص، وهيدي شغلة كثير مهمة، النوم عند الطفل. كنا يعني قديه لازم تقريبا ينام الطفل صحيا؟ إجمالا بالأعمار الصغيرة بينام طبعا أكثر من 12 ساعة بالنهار وبالليل طبعا هدول اللي بعمره صغير، بس في أولاد لأنه بيناموا أقل بالدراسة بينت بعدين، طبعا مش أول سنة بس وقت اللي بيعملوا الدراسة بعدين إنه خفت الذاكرة عندهم. اللي بيزيد بأسرع الذاكره كمان نوم الطفل كثير مهم، بالاضافه للوضع الصحي العام، بس الذاكره كمان بشكل حتى كمان يمكن مهم النوم لكل الاعمار حتى تنقدر نحافظ على وزن صحي. كمان بندق علاقه كمان بانه نكون على القليل عم ننام 8 ساعات يعني بفتره النوم تبعنا، التركيز كثير مهم للتركيز. النهار اللي بتشوفونا مش مركزين تاكدوا انه مش نايمين مضبوط. يعني انا دائما بس ارجع احضر الاعاده
بحس على حالي، بعرف انه قبل الليله اكيد ما انا نايمه منيح اذا ما ركزت، لانه بالفعل النوم كثير مهم. ويمكن بشكل يعني كل الجمعه المفروض ننام بنفس الطريقه، يعني 8 ساعات 8 ساعات، لانه بيتعود الجسم مش اكثر ولا اقل، تنضل هيك مركزين 100%. ما تشرب قهوه بالليل، ما تشرب قهوه بالليل. أنا خبريتي لكن رح أخذكم فيها لكولومبيا تنشوف طفلة عمرها 10 أشهر وزنها بيبلغ 20 كيلو. تخيلوا إنه هالطفلة تقريبا وزنها بيعادل طفلة عمرها 5 سنوات. ولدت كان وزنها 2.7 كيلوغرام، ولكن مع الأيام من بعد كم أسبوع بلشت تنصح بشكل كتير كبير، ولحديت هلا الاطباء ما قدروا يعرفوا شو السبب لهالطفله اللي عم تنصح فيه بهالطريقه. ما بعرف دكتور هون شو بتقول انت، شو السبب؟ طبعا هي حاله نادره تما قدروا عملوا التشخيص لها، ايه؟ في كثير سندروم بياثروا على النصاحه وهدول، بس هون حاله فعلا جدا غريبه، يعني الوزن بهالعمر اكثر من اي شيء طبيعي موجود. ان شاء الله يرجع يصير شيء، يعني ما يكون شيء فعلا عضوي ويقدر يرجع يتزبط مع الوقت، لانه مشان عمره يكون اطول، يعني بالنسبه لل يعني بنسميها نحن مود في، يعني يقدر يرجع بعدين يعيشوا مده اطول، ترجع يقدر يتعالج ويقدر يتعالج، لانه الوزن كثير كبير. لما خلقت كان وزنها 2 كيلو ونص، يعني مش في بيت يعني بيخلقوا 4 كيلو، بنتوقع انه معقول فتره سريعه صار عندها الوزن. معقول شيء وراثي؟ اكيد منه شيء وراثي. لا اكيد منه شيء وراثي، حرام بس بين اكثر. لو شيء بالعائله كانت صارت قبل، بس هي اول حاله ونادره كثير بالعالم، يعني لتصير نادره. هلا مو بعد هيك لحديت هلا مثل ما قلت التشخيص بعد صار في خلل جيني، مشان هيك ما قدروا بعد عملوا التشخيص. ما هلا معقول شيء غذائي الام طعمتها كثير؟ معقول؟ ما بعرف. لا مش لهالدرجه بالرضاعه او ما بعرف. لا بالعكس شيء هيك. لا على كل حال بالايام الجايه بنبقى بنكتشف شو هو السبب، اكيد من بعد ما يشخصوا حالتها الاطباء. من بعد ما عملنا جوله على الاخبار صار وقت انا اروح اخذ بخاطر الشيف سليمان خوان، بما انه قلت اليوم نحن النسوان واكلنا اطيب من الرجال. ما عندي مشكله، لانه هيدي منا حقيقه. بونجور شيف. بونجور، كيفك؟ كيفك؟ ان شاء الله منيحه. تمام، ماشي الحال. ماشي الحال. انت بتلاحظي انه دائما اغلبيه الشفيه وخاصه الشفيه اللي اكلهم طيب هن رجال، مش اناث. صح. شكرا. بس انه معلش بدي هيك، يعني انا حبيت الخبريه انه النساء صاروا موجودين بالسعوديه وعم بيقدموا طعام بقلب مطعم، حبيت الخبريه. بس اونتر بارونتيز، الاكل التراديشنال يعني الاكل اللي بيبقى بيتوتي اذا بديك، ما حدا بيتخطى ست البيت، يعني انا في اكثر من مطعم ببيروت بروح عليهم، ستات بيوتوا بيطبخوا، وفعلا لما بدي اكل لما بعرف مين جاي وشو عامل بروح باكل هيك. عرفتم مين هن؟ اسامي كمان، ام و كله ام وام. لا في اكثر من هيك، في حدا بيو كمان، في حدا ما بيطبخ الا باشياء صحيه واشياء بيو من الارض من دون كيميكال. لازم شي نهار تكون موجوده معنا لكن اذا الله راضي. يلا قريبا المدام ضروري. شاف اليوم شو عملنا؟ بدنا ننتبه على الميكرو بس في بس اوكي طفوا لنا اياه، وانا رح ضبط له الميكرو للشيف على المضبوط لانه عم بيضرب شيف. اوكي نرجع على البريك نظبطه. تفضل. رح نعمل شيء انا وياكم اليوم. عاده الجبنه ما عم نعرف اذا عم ناكلها اول شيء ولا ممكن ناكلها لحالها بالليل او ممكن ناكلها مثل ديجستيف لما نخلص. اوكي البلان اللي رح نحضره اليوم امرق فيه كريب فروت هالعصره الحامود مع نوع جبنه البريل اللي انا منقيها، كثير طيبه، كثير بحب الفرامبواز بس بعرف انه بتنصح البريل، كثير بتنصح. هو هلا بقول لك شغله صغيره، بشكل عام كل الجبنه الصفراء بتنصح لانه هي جبنه مطبوخه ونسبه الخمائر كثير عاليه فيها ونسبه الدسامه كثير عاليه. يعني بتاخذ اللون الاصفر تبعها من الغليان ومن الفات الطبيعي اللي موجود. يعني مثل ما بنقول شيء دكتور قال، ما كنت عم بقول لك دائما انا شو دكتور صديقنا ما بيزعل، قلت له دكتور عندي دائما الشيف، بقول له دكتور كمان انت دكتور بهون بالموجود. شيف يعني الواحد اذا ما بيحرم حاله من كل شيء بيقدر ياكل هيك بطريقه باعتدال، يعني الى حين مش مزبوط انه انا بقدر اكل كل شيء مثل ما بدي بس بكميات معتدله. مش كل شيء مثل ما بدي، بالوقت المناسب صح وبكميه مناسبه. المهم الكميه المناسبه، ودائما لازم نعمل حساباتنا انه انا اليوم عندي 2000 كالوريز بدي اكلها اذا انا عايش حياتي الطبيعيه. أوكي. هيدي القطعه لحالها فيها 200 كالوري. شو؟ ايه ما فيني اتخيل انه انا من دون خبز عم باكل هالقد قطعه بري لاخذ 200 كالوري. لا بحب اقول لك انه انا هيدا كله هلا
تعي بليز فسري لي الشغله، لقلك لك قد ايه انا باكل عاده بس كون عم باكل بري، باكل بفتكر اكثر من ها كثير نانسي، كثير ايه؟ اكثر من كثير. اوه هيدي القطعه كيف ما كان كلها سوا فيها شي 300 جرام. يلا كل هول انا باكل عاده ايه عن جد باكل هالقد. هلا هن عاده هالانواع الجبنه خاصه بس نكون عاملين قعدات نحن مع تشيز اند واين بنصير ناكل ما بنعود نعد يعني. اوكي هلا عاده كمان هول انواع الجبنه بدنا نلفت النظر انه عاده كمان بيصيروا يعدوا من خانه الفات اكثر من انهم بروتيين. نعم فمن هيك لازم دائما نحن كل شيء يعد فات هو اقل شيء فينا ناخذ منه، فانه قطعه واحده لا قطعه واحده بتكفي. كمان حاطط هيك هالديكور بجوز الهند. صح هيدا الكايل نوع الخس اللي كثير يعني مش معروف اذا بروكولي ولا خس بس بتاكل مسقع بارد، قيمته الغذائيه كثير عاليه، غني كثير بالفيتامينات. هاي التومات سوريز انا على طول بحب جيبها واعرضها. اوكي وعندي هون هيدا الهيربس اللي بحب زينه دايما. هلا فوق كل الفات انا حابب اقول شغله، بدنا ننقي نوع خبز يكون غني بالفايبر تناكله مع البري. اوكي شو هو لازم يكون الخبز بتاعتك؟ السريال يلي بيبقى أوكي. فيه الالياف اللي فيه ست سريال بنشوفها او سبع انواع حبوب. ايه مضبوط اوكي هدول يعني لانه فيهم غنيين بالالياف وعندهم فوائد كثير الالياف، كنا حكينا عنهم كذا مره. صح مضبوط جهاز الهضمي. ما حكينا عن جوز الهند. جوز الهند كثير مفيد لانه عنده فوائد خصائص مهمه انه بتقوي المناعه. حتى ايام زمان وقتها كان الكوكونات قبل ما يستوي ويكون بعده ليكويد كانوا يشربوا له كمان الليكويد تبعه لانه بيبقى كثير بيقوي الاميونيتي وغني كثير بالفيتامينات والمعادن، وهي بس تستوي بتصير قاسيه وبتتكون يعني الكوكونات. فاكيد يعني كاشخاص بهمهم يقووا جهاز المناعه عندهم اذا بيتناولوا ايه يوم وحده ولا نص وحده. اكيد لا مشكله كمان. هلا هي تعد كمان انه فات كمان فيها وكمان بدنا ننتبه يعني كله بالنتيجه في حصص فيه اعتداء. بس انا بحب كثير جوز الهند وبروح عليه كثير، بس كل شيء صرت عم باكله باعتدال وبطلت عم زيد ولا اي شيء سكر على اكلي، يعني ادت شوجر ستوب خلص ولا وقفت. ولا مره ولا اي شيء. ولقيت حالك عم تضعف؟ اكيد لقيت انه صحتي عم تتحسن، حياتي كلها تغيرت، عندك انرجي اكثر، طاقه اكثر. بقدر اقول لك انه صار عندي مناعه اكثر كمان، وهيدا الشيء عم بياثر على الشكل وعم بياثر على الاداء وعم بياثر على كثير اشياء. خي بس رح زيد شوي زيت الصوص. مش صوص، زيت؟ هيدي زيت السمسم. ما فيك تتخيلي حيلا نوع خبز مع زيت السمسم. زيت السمسم مع البري مع شوية بومالي قديش بيعطيني هالكومبينيشن جو طيبة وقرير جو طيبة، يعني بعد ما اكل استمتع بالخبزة مع الجبنة مع زيت السمسم. لما خلص الاكل في شيء ما بعد التذوق، يعني لما خلص الاكل برجع بستمتع بالنكهة اللي اكلتها وبقولوا هيدي بعدها طعمتها تحت اسناني. يعني هيدا هو المعنى. عم تحكي كانه بعدها طعمتها تحت اسنانك لانه بطريقه وتغميض العينك اذا انا اكل كاتشب. عم عيشها عم عيشها. اكيد شيف رح نرجع لك بعد شوي. ميرسي لحتى لي هيدي مش حقدر ايه. رح نرجع لك بعد شوي تتخبرنا عن الطبق الثاني اللي محضرنا اياه بدي اعطيه لهلا هيدا. كثير طيب هلا ما بتحبيها انت. ورح نرجع اكيد لعند نيفين والمزيد من الاخبار والتقارير. يلا نانسي سكارلت جوهانسون بطلة خارقة بفيلم غوست ان ذا شيل. تستعد النجمة العالمية سكارلت جوهانسون حاليا لتجسيد دور بطلة خارقة في فيلم غوست ان ذا شيل المأخوذ عن القصص اليابانية. كما وأعلنت بعض المواقع أن سكارلت تستعد حاليا لتجسيد دور بطلة خارقة ضمن أحداث الفيلم الذي تم عرضه عليها منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن قامت النجمة مارغوت روبي بالاعتذار عن الدور لظروف خاصة. ورغم من أن سكارلت لم تعلن رسميا عن قبولها الدور إلا أن موقع فرايتي أكد مؤخرا من مصادر مقربة منها أنها وافقت على أداء الدور وهي متحمسة بشدة لبدء العمل في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول أحد العملاء السريين في جهاز الأمن القومي الياباني والمتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية. This vulnerable world needs something more powerful than any of us.
ومن ناحية أخرى تستعد سكارليت جوهانسون حاليا لطرح فيلمها الجديد Avengers Age of Ultron. In the flesh. No matter who wins or loses, trouble always comes around. والذي من المقرر أن يكون متاحا في دور العرض السينمائية الأمريكية مطلع شهر مارس المقبل. كما وتقوم النجمة حاليا ببطولة فيلم هيل سيزر مع النجم العالمي جورج كلوني والذي من المقرر طرحه في صالات السينما في شهر فبراير عام 2016. وكان فيلم لوسي هو آخر فيلم للنجمة سكارلت. هذا الفيلم الذي حقق إيرادات بلغت 126 مليون دولار على مستوى العالم. واو واو لوسي حلو حلو. انا كثير بحبها لانه دائما بكل مقابلاتها بتحكي قد ايه هي عندها بساطه، قد ايه ما عايشه كانه هي ممثله او مشهوره او ستار. بتحكي كيف هي بتنزل بتجيب اغراضها، كيف تطلع بالتاكسي. كثير حلو البساطه اللي هي عايشه فيها، فدليل قد ايه متصالحه مع نفسها وبتستاهل هيدا النجاح اللي عم بتعيشه. إيه حدا إيه اكيد اكيد مبلا حدا حضر لوسي؟ ايه اكيد حبيته. حبيته إيه حلو. انا حبيته هيك غريب. نحن عاده غريب غريب وعميق بذات الوقت، ونحن معودين عليها لسكارلت انه كانت بادوار دائما رومانسيه. بنلاحظ هلا هيك قلبت فرد قلبت. ثلاث افلام اكشن ورا بعضهم. صح. لا هي كثير مهضومه، ضحكتها كثير حلوه رائعه كلها كمان. واثنين شيء دغري هيك بتطلع دكتور. اي لا انه بتلفت لي نظري دائما، بس سالوني عن نجمه عالميه احلى بحكي عندها سكارلت يوهانسون. اه هي يعني انا بالنسبه لي لانه انجلينا ضحكتها كثير حلوه عندها شارم، بس علميا منا مطابقه للمواصفات يعني. اوكي شو هن المواصفات؟ يعني هي مثلا عندها شوي جامي سمايل، اسنانها مش مصفوفين مزبوط، عندها اسنان ظاهره واسنان داخله لجوا، منن الكيرف الرسمي عن انجلينا، بس كلها على بعض عند انجلينا. اوكي بس كلها على بعض الضحكه بوجهها اللي بقت لها هي، بس اذا بتاخذيها بتحطيها عند حدا ثاني بيطلع كثير تما داخل لبرا. طيب دكتور معمولين اسنانها لانجلينا؟ لا 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 هن اسنانها ناتشرال. صح. وسكارلت؟ لا كمان لا. عم نشوف شو بس عندها ضحكه، عندها ضحكه كثير حلوه. ايه ناتشرال ما شاء الله، عندها ضحكه كثير حلوه. والفيلم اللي رح تنزله كله اكشن كمان. انا عامله اولاد؟ لا لا مش مبين. عامله مكتره. اكيد يعني الابتسامه الرائعه. فضل للدكتور. هذيك المره كنت عم بقرا شغله عن وليد زميلنا يلي كان عم يحكي على الاذاعه. وليد فريجي كان عم يحكي على الاذاعه انه اصحابه كانوا يقولوا له قبل ليه ما بتتبسم بالصوره؟ قال ما كان يحب، هلا صار بطل يسكر تمه قد ما بتتبسم. قلت لك انا نفس الشيء، صرت هيك كل الوقت. اي مع تريد مارك لإلك يعني. مع البني من بعدك كثير بيطلبوا الديزاين طبعا انت. طيب خلينا نتبع لكن بتقاريرنا. ودائما من صغيرنا لكبيرنا بنتعرض لوقعات بحياتنا، ولكن طبعا كل وقعه بنتعلم منها شيء. خلينا نشوف سوا هالريبورتاج. Here we go. I know, it's cold.
يعني انبسطت بالوقعات لشتري تأثرت فيه نانسي يعني يمكن الوقعات اللي شفناهم هلا بالريبورتاج هن وقعات الجسد يمكن شوي مع الوقت بطيبوا بس الوقعات اللي هيك النفسيه هي اللي اكثر نحن بنقول المصيبه اللي ما بتقتلك بتقويك كنت ناوي نط من هون انتحر اهم شيء نتعلم من الوقايات ونرجع نوقف يعني واذا لاحظنا بالريبورتاج انه الام دائما مع اولادها فان كانوا صغار وان كانوا كبار يعني بعد الوقعه ما قلنا غير اكيد وجودها الام دائما وجودها بيكون له تاثير كثير ايجابي شو رايك ست نانسي؟ اكيد طبعا رأيي من رأيك وافقت الرأي لا عن جد انه دائما الواحد هيك بتوقع بيتعرض لصدمات كمان قويه بحياته ولكن مش مهم كيف بنوقع مهم كيف بنرجع بنوقف نوقف صح مثل ما بقول المصيبه اللي يعني اللي ما بتقتلك بتقويك بنتعلم منها هي على الصعيد هون الرياضي على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي بنفس الوقت وات دازنت كيل يو ميك يو سترونجر يعني احنا شفنا وقعات جسديه بس هو المعنى الوقعات اللي بنوقعها بحياتنا اليوميه بترجع بتقوي والام يعني والام هي بمرحله من المراحل بتتحول لشبكة أمان اجتماعية أو صحيح. بالشغل يعني مش ضروري تكون هي الأم لأنه بشغلنا مترافق أو بعدين مع العائلة بس لازم على طول يكون في شبكة أمان أوقات بتكون أصدقاء أوقات بتكون أقارب أوقات بتكون طريقة عيش يعني نحن بنخلقها حوالينا لأنه كمان الوقعة لازم يكون مثل ما بنقول نقدر تكون مقبولة لنرجع نقدر نقوم منها ما لازم نعيش بحياتنا أنه فكرة ايه لازم نوقع وطبيعي نوقع لانه اوقات الوقعه بتكون كثير قويه صح لازم قد ما فينا نحد من قوتها لنقدر نقوم من بعدها بهيدا لازم ومن بعد الفشل اكيد بيكون في نجاح دائما اكيد ما حدا انا بيتعلم كل يوم اكيد دكتور رائد نجم نهار الاحد باقي معنا وهلا هيدا لقبك هلا صار وهلا اكيد نجم برنامجنا ليوم الاحد نجم برنامجنا ليوم الاحد هلا خبيره التغذيه رح نحكي عن الكافيين سلبياته وايجابياته وبعالم الطب رح نحكي عن تقنيه جديده اكيد بدنا نودع كل مشاهدي روتانا خليجية وبدنا ندعيكم تنضموا لنا عبر الـ LBC الفضائية فاصل ومن بعده بننطلق كونوا كتار ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار أقصى الفؤاد يا حبيبي ليه دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه انا بعتبره قمه الرومانسيه استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لالي ومهم لالهم انه نكون سوا اللي نحن نستمتع مع اصحابنا وخلصنا الاحد الساعه 7 المساء على LBC ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار الرياض جدة الدمام الخبر المدينة المنورة أبو ظبي دبي الشارقة العين الدوحة البحرين مسقط انقلب فبراير فبراير قلنا له سلام سلام فبراير فبراير أهلا يا سلام 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 ويمكن أنت تكون الرابح اربح 25,000 دولار اسبوعيا وسياره بي ام دبليو شهريا للاشتراك
أرسل كلمة انضم أو جوين أو رجوا لرقم بلدك، كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. الموضة منا عنصر موجود بس بالتياب، الأزياء والفاشن منلاقيهم وين ما كان، بالسما، بالشارع، بالطبيعة، وبأي مكان بحياتنا اليومية. الموضة إلها علاقة بالأفكار، بالإبداع، وبالطريقة يلي منعيش فيها. Fashion is everywhere. It's a way of living. كاتوك يومياً الساعة 6 المساء على LBC. بابا 2015 إديشن بتحمل معه لكتير من المفاجآت. أجدد الدانس هيتس بتشوفون وبتسمعون إكسكلوزيفلي ببابا. جولة على عناوين التابلويد من حول العالم، مثل ما عودناكم سبيشل ريبورتس وإكسكلوزيف انترفيوز مع نجومكم المفضلين من الوطن العربي والعالم. تابعوا أخباري ببرنامج بوب أب على LBC وقنوات روتانا. ورد الخال، كل هالأخبار وأكثر كونوا على الموعد. بوب أب الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. متابعة ببيروت، وطبعا بعدهم بضيافتنا اختصاصية التغذية هلا عقيقة، مرة جديدة مرحب فيك. اهلا فيكم. والدكتور رائد لطوف، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك نانسي. البداية معك رح نكون ورح نحكي عن الكافيين، شو الجديد اللي رح نحكي عنه اليوم؟ هلا نحن اكثر ما رح نحكي عن شيء جديد، رح مثل ما قلنا باول الحلقه رح نحكي عن كل هالمعتقدات والاسئله اللي كثير انا بسمعها من الاشخاص، انه شو تاثير الكافيين، شو تاثيره على الكالسيوم ابزوربشن، شو تاثيره على السليوليت، يعني رح نحكي هدول. يعني في اشياء رح نصححها. ايه اكيد، لان في كثير اوقات قصص بنسمعها ما ضروري هي تكون مزبوطة، هي بتكون صح. طلعت الخبريه وانتشرت. اوكي، من وين بدنا نبلش؟ شو الشيء اللي بنسمعه خطا و هلا تنبلش ان جنرال عن الكافيين. يعني هو مثل ما كنت عم بتقولي، هو يستعمل كستيمولانت يكون نحن نحس بالنشاط والحيويه during the day، لانه هو بيساعد على انه يخفف افراز الادينوزين يلي هن عاده بيريحوا السنترال نيرفس سيستم، بخلونا نحس بالنعاس، فهو بيعمل بلوكاج لهيدول الادينوزين، وبالعكس بيفرز الجسم بيصير الادريلانين يلي هي بتصير نحن اكثر هايبر، بزيد دقات القلب، بزيد البلاد بريشر، وعنده كمان تاثير كثير على الذاكره، على من هيك اوقات كثير بنلتجئ له باوقات الدراسه انه بناخذه يمكن ما ننعس، وكمان بخلينا يعطينا قدره استيعاب اكثر. عنده كمان افي على الشورت تيرم ميموري، وحسب ما هلا بالدراسه اللي قلتها كمان باول حلقه انه السيمز كان عنده افكت على اللونج تيرم ميموري، بس بالنسبه للنساء بس نحن مش دكتور. بتشرب قهوه كثير ولا لا؟ كثير لا، بس بشرب قهوه اكيد مثل ما قلت، يعني الصبح لازم اشرب قهوه وبالنهار اكيد لازم يقطع لي تحت هيك تضلك منشط. هلا بس لما يعلي الادرينالين بسبب شيء توتر عند الشخص؟ ايه بزيدوا دقات القلب، معقول نحس عم نرجف بتوتر. هلا مش الافيه هو ذاته عند كل الاشخاص، وبدنا نرجع كمان على الكميه انه ما نكون عم نتخطيها، يعني من 3 ل 4 ماكسيموم يلي هو تقريبا 200 ل 300 ملي جرام كافيين بير داي. يعني فطالما عم نلتزم بالكميه نحن اللي فينا ناخذها، بكون عم ناخذ الافيه البوزيتيف من الكافيين من دون ما نكون عم وهو بخفف من امتصاص الكالسيوم بالجسم؟ هيدا السؤال اللي كثير بنسمعه، في كثير اوقات اشخاص بيقولوا ما زال انا ما عم بستفيد من الكالسيوم، بس عم زيد ماده الكافيين خلص بليها. لا، انا بفضل الاشخاص يلي ما بيقدروا يشربوا الحليب الا ما يكونوا ضايفين له الكافيين يشربوه، احسن من انه ما يشربوه بالمره، لانه هالنسبه ما بخفف بنسبه كبيره من امتصاص الكالسيوم. يعني نحن بمجرد يمكن ما نزيد العيار ملعقه بنكون عودنا
هالكميه يلي عم بخفف من امتصاصها ماده الكافيين، وبنكون هون استفدنا من الكالسيوم يلي هو كثير مهم للعظم للاسنان. هلا الدكتور كمان رح يحكي، وخاصه في اعمار معينه لازم نركز عليها بيكون جسمنا بحاجه للكالسيوم يلي هو انتر بين ال 9 وال 18 سنه، لانه بهالعمر كمان كثير بيلتجئوا المراهقين والاطفال تياخذوا المشروبات الغازيه يلي هي كمان بتحتوي على الكافيين، فبيكونوا عم بيقيموا بالمقابل عم بدهروا الكالسيوم وعم بخففوا اكيد العناصر الغذائيه اللي بحاجه لها بيكونوا. دكتور قديش ممكن يمكن نقص الكالسيوم ياثر على الاسنان، وكمان الكافيين ممكن يكون مضر على الاسنان بذات الوقت؟ لاول جزء من سؤالك بالنسبه لنقص الكالسيوم، لحسن الحظ انه تاثيره على الاسنان نقص الكالسيوم بيتم باعمار صغيره خلال تكون السن، وبنعرف انه خلال تكون السن باعمار صغيره نسبه الكافيين اللي بياخذها الاطفال هي كثير قليله، الا اللي بيشربوا صودا كثير يعني بيقدروا ياخذوا الكافيين، بس من القهوه والشاي كثير قليله، بقى ما بتاثر بهالمرحله. بس مضاره عند الادلتس الكافيين طبعا مباشره على الاسنان، اذا بنبلش من اشياء تجميليه هو بيعمل ستينز، يعني كل شيء ترسبات وبغير لون الاسنان ككافيين. اوكي. فاذا بناخذه من الشاي ولا من القهوه او من الصودا كثرته كثير بتغير اللون. شغله ثانيه الكافيين بيعلي الاسيديتي بالتم. اوكي. بس تعلى الاسيديتي بالتم الحموضه يعني درجه الحموضه بيصير في ضعف بطبقه المينا. وبالتالي بيصير الاسنان تسوس اكثر ويصير شيء عامل هو الايروجن يعني تقشر طبقه المينا اللي هي الطبقه البيضاء واللي بتحافظ على الاسنان. هيدا الشيء اللي بسبب انه يصفروا الاسنان، مشان هيك بنقول على القهوه بيصيروا الاسنان يغمق لونها. 100% لانه بتعلي الحموضه عند الطريقه. وثالث شغله وكثير مهمه بيعمل نشاف الكافيين. نشاف؟ بيعمل نشاف بالتم. اوكي. مشان هيك اللي بيشرب كثير قهوه على طول عنده نشاف بالتم، النشاف بالتم مع الحموضه بيعمل باد بريس، نفس ريحته بشعه، بيعطي رائحه فم كمان كثير مهمه لازم ننتبه لها، للي بيشربوا قهوه لازم يشربوا كثير مي معه. كثير لانه مشان يقدروا يخففوا، لانه بنعرف المورنينج باد بريس بفكروا اذا شربوا قهوه بخففوه، لا بالعكس بيزيدوه. اوكي. فلازم كمان ننتبه لها، وشغله كثير اساسيه كمان الكافيين بالليل، ما لازم نشرب كافيين بالليل قبل النوم، لانه بشكل نوع من قلق. بخلينا نكز على الاسنان. في اشخاص ما يعني اشخاص ما بيأثر عليهم لا اراديا بصير في كز على اسنان، يعني الدراسه بتزيد الكز على الاسنان. هلا عم بتقول ما بتنام هي ومدري ليه، بس القهوه ما بتأثر، امبارح شربت قهوه قبل ما انام. هي هلا هي ما بتعطي مفعوله دغري القهوه، انتبهي يعني واحد بيشربها بعد الظهر بتعطي مفعوله بالليل مش بعد ساعه وساعتين، يعني اذا شربت 12 بالليل ممكن للصبح توعي على الافكت تبع الكافيين، بس بتأثر على الكز، يعني هدول مضار كثير مهمه على الاسنان بالنسبه للكافيين، بس نحن على العظم ما بتاثر ابدا، يعني اذا بنعمل زراعه تنقول نقص الكالسيوم او شيء ابدا، يعني اللي بيشرب قهوه ما عنده اي مشكله مع الزراعه بعكس التدخين اللي باثر على العظم. اوكي. هلا كمان في معلومه انه عند المدخنين كمان الكافيين ما بضاين كثير كمان بالجسم، بيكون اللايف تايم تبعه اقصر من الاشخاص اللي ما بدخنوا، من هيك عاده اللي بيشربوا كثير قهوه كمان بيكونوا بدخنوا كثير سيجاره من هون وفنجان من هون سيجاره هي اجتماعيا بيتلازموا يعني تدخين وقهوه. اوكي. هلا كمان في دراسه قطعت معنا يعني بحلقتنا السابقه انه اللي بياخذ تقريبا بمعدل 3-4 فناجين يمكن بتخفف عنده امراض القلب والشرايين، هل هالدراسه مضبوطه؟ اكيد في كثير دراسات بتطلع كمان مثل ما حكينا انه مش كل الدراسات اكيد بتكون صح ولا غلط، بس هي اكيد الدراسه صحيحه لانه الكافيين في كثير انتي اوكسيدنت غني بكذا نوع من الانتي اوكسيدنت، وفي نوع خصوصي كمان موجود بالكافيين هو بيساعد تو بريفنت هارت ديزيزز، وحتى كمان عنده فوائد انه بيحمينا من كثير انواع من الكانسر، وحتى بيساعدنا تنعمل اداء افضل اذا كنا عم نعمل رياضه. وبيحرق مضبوط بعد الغداء؟ هلا هو ليه؟ لانه بما انه بتزيدوا دقات القلب فبزيد عندنا الميتابوليزم يعني تلقائيا بتسرع. اوكي. هلا قبل ما ننقل يمكن او تروحي انت ونيفين تحضروا شيك، بعد في شيء هون بتحب تضيفيه معلومات في عن الكافيين؟ عن الكافيين في اكثر شيء بيتساءلوا الستات بهمه الموضوع السيلوليت وشو تاثير الكافيين عليه. هلا هو كان مثل ما قال الدكتور انه هو بخلينا نحس بيعمل ديهايدريشن، يعني بيعمل نشاف حتى بكل الجسم الكافيين، فهيدا الشيء بخلي البشره جافه وبيؤدي لظهور اكثر يعني السيلوليت، وعدا عن هيك وقت يكون في امبالانس للووتر، يعني هي عاده نحن في عندنا معادن هي لها خصها انها تعدل مستوى المي بالجسم، فبس نحن عم ناخذ هالكافيين هو دايوريتك عم بدهر لنا المي، فعم بيصير في امبالانس بهدول المعادن، فبالتالي كمان الفات سيلز بصير عندهم توندانس يجمعوا اكثر الووتر، وبصير كمان في ووتر ريتنشن، يعني هي اكثر خصها كووتر ريتنشن بيؤدي لظهورهم. قديش غريبه اذا بتشرب الكافيين كثير بيعمل لك سيلوليت.
الكريميات واغلبيه الاشياء الكريمات اللي بتستعمليهم فيهم كافيين صح لانه هن بيعملوا بلوكاج للهرمونات اللي بتعمل للاسس اللي بتعمل الفات سيلز بس ما بيشتغلوا لا على البلاد سيركيليشن ولا على الكولاجين ولا على شيء بيكونوا انه بس لوكال موضعيا بيستعملوا لوكال كريم بس هو اكيد كل المود في هو اللي بياثر على تخفيف على تراكم السليوليت او زياده السليوليت. قبل ما انتقل لهلا انا وياكي بس سؤال اخير دكتور، كنت عم تقول زراعه الاسنان بتقصد فانيرز؟ لا زراعه الاسنان هي الامبلانت دنتال امبلانت. طب اللي عندهم فانيرز بياثر القهوه عليهم ما بيتغير اللون بيبقى مثل ما هو؟ ما بيتغير اللون بس بيصير في ستينز عليهم بس هني ما بيتغير لونهم مشان هيك وقت بتعملي بوليش كل اربع شهور او خمس شهور دغري بيروحوا بشكل بشكل سهل. اللي عندهم فانيرز بيشربوا قهوه بدخنوا بيبقى اسنانهم مثل ما ما بيتاثروا صح او تنقول بيتاثروا بنسبه كثير اقل بس ما بيغير لونهم بس بيصير في عليهم طبقه اللي هي ستينز يعني ال وفيهم كل فتره بوليش ساند بلاس فيري ايزي يعني خمسة دقايق بحل كل المشكلة. اوكي هلا شو رأيك ننتقل أنا وياك على المطبخ تنشوف شو حتحضر لنا؟ شيك، هل في شيك اليوم؟ يا هاي شيف بونجور نيفين بونجور كيفك؟ سافا؟ نحن رح نوقف بعد شوي أنا حأجي لعندك أكيد هون مساعدة يقولوا لي ما تفتحوا هلا نحن اليوم رح نحضر هيلثي شيك اباز دو كافيين لانه عادة بس نروح مع هيك اصحابنا على كوفي شوب وبيكونوا كل هالشيكس المحضرين غنية بالسعرات الحرارية لانه بيبقى فيهم حليب كامل الدسم بيبقى فيهم منكهات وادد شوجر وكل هالتفاصيل والويبت كريم كمان هلا اليوم نحن رح نعمله رح نعمل هيك خلطة فرابوتشينو اول شيء رح نكون نحن مذوبين الكافي الانستنت كافي سريعة الذوبين مقدار ملعقة أو ملعقتين حسب إذا بنحب طعمة القهوة قوية أو لا بدنا نحطهم بالبلندر هي هينة كثير وبنرجع بدنا نستعمل مقدار هون بنعملهم أمي كمان تذكر الوقت الماضي قلت لي ماما ساعدتني بدنا نرجع نحط الحليب يلي فينا نحن كمان تنخفف على حالنا سعرات حرارية نجيب الدسم أو الألموند ميلك كمان هلا يلي كمان كثير عم نحكي عنه وبدنا نزيد كمان ملعقتين كاكاو يلي كمان هو فيه كافيين وكمان غني بالانتي اوكسيدان مثل القهوه وبدل عندنا التمر هلا انا هون استعملت التمر محل السكر تيعطينا طعمه السويت الحلو وبلس التمر يعني شو ما يخطر ببالك فيه من فيتامينات ومعادن موجوده بقلبه ونحن بما انه قلنا انه اوقات وقت نشرب مش اوقات بس نشرب القهوه بس كمان بكميات كثير كبيره بنكون عم نخسر فيتامينات ومعادن بنكون بهالطريقه عوضنا انه حطيناهم فاد مره بنخسر وبنعوض هيك ما بنكون روحنا نعمل معادله توازن اوكي فرح نضيفهم و نحطهم هون انا ديجا من قبل كانت شوي منعمتهم اوكي فهلا بدنا نخلطهم كلهم سوا بس خلينا نحط هيدي تما نطرج حالنا بدك تكفي الحلقه انت نجبيلي كتيبي اوكي بدنا نخلطهم كلهم سوا اوكي هي اكثر شيء لازم يكون التركيز تينخلط البلح مزبوط ومثل ما لاحظتي رح يعملوا هيدي الرغوه واذا كان في عندنا ثلج نحن هلا ما كان عندنا ثلج افيلبل كمان بيتكسر معهم وبيعطي هيك مي بتصير هيك مسقعه اطيب اوكي والثلج مهضوم هلا شايف بدك تساعدنا بالسكب احسن ما وما في شيء فينا نزيده فوقه موس هلا هو نحن دائما تنخفف على حالنا عاده ما بدنا رح نحط الويبت كريم فينا اكيد يعني نحط اذا بدنا تطلع هيك تطلع ايه فبنكون هون بالتالي نفس الشيء هلا دوقيه بتحسيه مثل ايه مثل طعمة ايه بنحطها بالهيدي كمان جايبة فنجان معك مش معقول يا ندى شو هيدا هلا دوقيها واعطينا رأيك فيها رح تحسيها طبعا ثانك يو اعطينا رأيك هلا إذا ما حبيتيها بدك تقولي طيبك لا كثير طيبة في أنا أعطي رأيي إيه أكيد يلا بهمنا رأيك فيها طعمة التمر بالمحل السكر كثير طيبة أنا بحب التمر ما بعرف شاف وهيك فومي قد إيه طيبة عن جد كثير فهيني وبسيطة وخفيفة بالسعرات الحرارية أحسن ما نروح وناخذ كل شيء لودز أكيد خير لو يقطع شيء على نفسي معقول مش معقول مش معقول لحظة بدي ذوق
يمي كثير كثير طيب. هلا ثانك يو ميرسي كثير، انبسطنا بحضورك معنا. انا كمان دائما جبنا هلا طيب. ما في هلا 2 ويكس بقفي برجع بجي معكم الا رد. اوكي 2 ويكس كثير مش حقدر اجي، وبس من بعدهم بكون معكم. بس خلص ما فينك لكن بعد اسبوعين. ثانك يو. رح نتابع لكن نحن والدكتور رائد لطوف، ومثل ما قلنا اليوم رح نتعرف دكتور على تقنية جديدة. صحيح. شو هي هالتقنية؟ تقنية الكات كام. هلا بنشرحها بالتفصيل شو هي، بس المبدا تبعها نحن اليوم نانسي اذا حال حدا بده يجي يعمل تركيب. نعم. سموها نحدد التيرمز كراون او تاج او تلبيسي. نحن بنقول تلبيسي سيراميك. هي بتكون مصنوعة من السيراميك. بتخضع دائما لثلاث مراحل، أول مرحلة بتبقى عند الطبيب تحضير السن اللي بده ينعمل له تلبيس، بتاخذ قياس وبتنبعث للمختبر، بينحط مؤقت وبتنبعث للمختبر، ممكن تقعد ثلاث ايام او اسبوع لكانت خلصت. نعم. هون في تضييع وقت كثير، يعني في مرضى بيكونوا كثير مستعجلين وما بيقدروا يعملوا كذا جلسه مشان يعطوا. بيكونوا مثلا يمكن جايين بدهم يرجعوا يسافروا مضطرين. اجت هذه التقنيه الجديده اللي اسمها كات كام، اللي هي كمبيوتر ايدد ديزاين اول مرحله تنقدر نعمل ديزاين، وكمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج. شو بتعمل؟ بالعياده نفسها الجهاز موجود بخلينا نصنع الكراون نفسه او البريدج، بتاخذ تقريبا حوالي الساعة، ممكن المريض ينطر بالويتنج اريا او حتى يكون عنده شغل ثاني عم بيشتغله بين ما كانت خلصت، وبتقدر تكون خالصة. واو، والنتيجة هي ذاتها بتكون مثل هلا اذا بدك نحكي بالنتيجة بنشرح للمشاهدين تفصيليا كيف بتصير. اذا بنشوف اول صورة كل انواع التركيبات عندها تقريبا نفس المبدا، اول شيء بنحضر السن بيتصغر مثل ما شايفين بثاني صورة، بيتاخذ قياس وبيتركب. بالتقنيات القديمة وبالتقنيات الجديدة هالمراحل بينقطعوا نفسهم، الفرق هن الوقت اللي صار بيناتهم. اوكي. إذا بنشوف بالمرحلة مثلا بالصورة اللي بعدها. ولا هذا السن مثلا حضرني. بالتقنية العادية المريض أكيد ما بيقدر يطلع من العيادة هيك لفترة أسبوع. نعم. بينحط مؤقت والقياس اللي بتاخذ بيروح للمختبر، وهون بيرجع بعد أسبوع بيركب السن النهائي اللي بنشوفه بعد شوي هون تصنيع المختبر. أوكي. هون هي القياس، هذه مرحلة كمان بالتقليديا اللي احنا بنستعملها لهلا. اوكي. في القياس نعم. اللي كلكم بتعرفوه تنقدر ناخذها للمختبر. اوكي. بالتقنية الجديدة هلا بنشوف في شيء ثاني أحلى طلع. اوكي، هيدي هيدا كل شيء عم نشوفه هلا قبل كيف قبل بت... ايه تنقدر نشوف شو اللي تغير. تنقارن يعني كيف من 100% دائما تنقدر تعرفوا شو. اوكي، الصورة اللي بعدها. بالمرحلة اللي بعدها بيتحضر هيدا الكراون أو التاج بالمختبر وبيجي وبيتلزق عند المريض بطريقة سهلة وتركيب، وبياخذ النتيجة المرجوة اللي بده اياها مع عامل الوقت اللي قلنا بيختلف من 3 4 ايام او 5 لا اسبوع حسب المرحله. نعم. بتقنيتنا الكات كام اللي هلا رح نشوفها هي جهاز. اوكي، هذا الجهاز هو الموجود. نعم. بيتضمن ثلاث اشياء اساسيه، بيتضمن كاميرا. اوكي. لتغنينا عن القياس اللي بناخده، يعني بدل ما ناخذ قياس بالتم في كاميرا بتعمل سكان للتحضير اللي عملناه. التحضير بطبيعه الحال الطبيب رح يحضر نفس الطريقه. تعطيك هي قد القياس الكاميرا بتصور. اوكي. بتصور التم والقياس اللي حضرناه وبينتقل على كمبيوتر اللي هو البارت الثاني من هذا الجهاز، كمبيوتر. على هذا الكمبيوتر بنعمل ديزاين، مشان هيك اسمها كات، يعني كمبيوتر ايدد ديزاين. بنصير نرسم نحن شكل السن اللي بدنا نعمله، لون السن اللي بدنا نعمله وتناسقه مثل ما رح نشوفه، وبيتحول هو نفسه بيعطي اوردر للجهاز اللي عم نشوفه على اليمين، مثل هي برينتر اذا بدك، بس هي بتعمل ميلينج ماشين. ميلينج ماشين يعني بتخرط السن. هلا بنشوف بالصوره اللي بعدها بليز. اوكي، هيدي الكاميرا، هيدي اللي هون مطرح بتصور، بتدخل بتصور وبتصور طبعا. أوكي. بنقدر ناخذ مثل الطبعه اللي كنا عم نحكي عنها امبرنت بدل، بس دغري ايميديت بتاخذها بتنتقل على الكمبيوتر. وهون بالصورة. دغري الصوره بتطلع يعني دغري. ولا موصولة هي على الجهاز دغري على السريع، بس نصورها بنشوفها على سكرين، عجبتنا اوكي بدها تعديل او هيك بنتاكد 100% انه صارت انه هيدي هي، لانه كل الجهاز موجود بالعياده. اوكي، بنشوف الصوره اللي بعدها. فوالا، هون صارت الطبعه عندنا موجوده اللي هي هذا الموديل. هو طبعا موديل ديجيتال رقمي، بطل نشتغل عليه مثل موديل الجفصين اللي بنشوفه اللي بنعمله. نعم. تقليديا رقمي، وبينشغل الديزاين، بنعطي الشكل اللي بدنا اياه مثل ما شايفين هون. حتى بنحدد اللون اللي بدنا كيف بدنا نشتغل فيه. أوكي. وبنعطي اوردر للماشين كمان. بس هون مثلا تلبيسي، عم نعمل تلبيسي على السن، هيدي اللي شايفينها بالالوان هي مثل التشميع نحن بنسميها، بس لنقدر نشوف الكونفكسيتي والكونكافيتي، مشان هيك بيعطي الوان عليها، بس بالنهايه بنعطي طبعا لون السيراميك اللي نحن بدنا اياه. سوري، شو قلت لي؟ نشوف شو؟ الكونكافيتي، يعني بنشوف التضاريس تبع السن. تضاريس، لانه اذا كانت لون واحد ما بتقدر تشوف فيها، مثل هون بنقدر نحدد اصبر. اوكي. اللي بعد الصوره هون مثلا مش بس تاج سيراميك كامل، حتى الحشوات، هلا في حشوات بينعملوا كومبوزيت دايركت، بس فينا نعملهم من السيراميك، يعني بيضاينوا
واقوى بيكونوا موجودين. بهيدي التقنيه بتخولنا نستعملهم دغري، يعني نحن بتعرفي الطبيب وقت اللي بيعمل حشوه بصير يعبيها بالتم ويعطيها شكل ويحضرها، هيدي الحشوه التقليديه البيضاء. هون لا، هون بحضر الكافيتي وبياخذ صوره اللي هي صوره قياس اذا بدنا، وبتصير هون مثل ما شايفين الازرق والاخضر، بنكون عم بحضر الحشوات برات التم. المريض ما بيتعب، بيختصر الوقت، بدل ما المريض يفتح ساعه ويقعد يشتغل بالتم، كمان بس بناخذ القياس ونشتغل برا، نشتغل فيرتشوالي على الكمبيوتر. صارت اريح يعني للمريض طبعا كمان. واسرع كمان. ايه؟ اللي بعدها كمان ولا حتى الفينير الاماميه، حتى اذا فينير اماميه فينا نشتغل، بس هلا بنشوف الليميتيشن تبعها بالاستاتيك. حتى الفينير مثل ما شايفين هون، هون كيس تجميلي هيدا، بنقدر نحضرهم كمان لمده ساعه ساعتين من الوقت المريض بينطر، وبيقدر يركبهم مباشره بطريقه الفينير، كله بينشغل على الكمبيوتر اذا شايفين هاللحظه. ابتداء من هاللحظه بس نوافق على الموديل نحن بنكون عم نشتغل والتكنيشن معنا، بنعطي اوردر لهيدي الماشين اللي هي برينتر، انه تعطينا هدول اللي حطيناهم على الديزاين، تعمل له مانيفاكتشرنج، ننتقل من الكاد للكام اللي هي كمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج، لانه بدنا نصنع الديزاين اللي عملناه، لانه لو عملنا الديزاين اذا بدنا نبعته لبرا رح ياخذ وقت. بيكون في هي الماشين اللي شايفينها حد سكرين، هي اللي الميلينج ماشين، بنشوف الصوره اللي بعدها. اوكي. فوالا، في بلوك بيجوا هدول من السيراميك بيكون شكلهم هيك، ما عندهم اي شكل، يا بيكونوا كيوب يا بيكونوا مبرومين او راوندد، وبنحطها حسب حجم السن اللي بدنا اياه، وبنطلب ديزاين. الديزاين بالماشين بس نحطها بالمخرطه، هيدا البلوك ببلش يتحول، بتبلش تتحضر ليعطينا الشكل النهائي من السيراميك. حلو. هدول بلوكات سيراميك في الوان مثل ما شايفين، حسب اللون الشيد اللي عم ناخده بيتم المريض، بننقي الشيد بنحطه بالماشين وبنعطي اوردر، بنشوف بالصوره يعني عم نجرب نشوفهم كيف بتصير فعليا بالعياده. فوالا. هيدي بالماشين في بيرز اللي بيحفروا الاسنان، وبس هون بيحفروا السيراميك مع مي، هذا داخل الجهاز البوكس اللي شفتوه. تعمل ميلينج يعني بالعربي الدارج تخرط السن، تعطيه الشكل اللي عاطينه الديزاين تبعنا. وهذا البلوك ببلش يتحول تدريجيا لياخذ شكل سن طبيعي مثل ما عم نشوف، يعني هيدي ستيب. فوالا، شايفين هدول اللي بتشوفون هن البيرز بنسميهم نحن، اللي بحضروا السن وبيعطوه شكل مثل ما هون السيراميك، مثل ما عطيناه بالضبط على الكمبيوتر الديزاين تبعه. وطبعا بنكون منقيين اللون، مشان هيك بيطلع عندنا اللون الاساسي. بنشوف بالصوره اللي بعدها، بناخذ النتيجه هيك. اوكي، يعني نحن الكراون، هيدي الكراون النهائيه اللي بدنا ناخذها. طيب دكتور، هون الواحد يعني بطل بحاجه يمكن لمختبر، صار اذا الشخص عنده اياها بقلب الكلينيك عنده ما زال عم نحكي هيك. ايه؟ اوكي، هيدي كثير منيحه بوقت اللي بيكون عندنا هيك حالات، يعني بيكون عندنا حالات منا تجميليه بوستيريور. ليش؟ لانه اليوم بلوك بلون واحد عم بيعطينا شكل السن اللي ورا. هيدي بالاسنان اللي ورا مقبوله، بس بالاسنان المنيحه ما بنشتغل على بلوك واحد. بنشتغل على شيد اوف كولر لازم تتغير. صحيح. بنشتغل على ترانسبيرنسي بالفينيرز، هيدي مش موجوده هون. يعني نحن وقت بنعمل فينير اماميه او كراون اماميه ما بيكون نفس لون السن من فوق لتحت، وبيكون فيه شفافيه. لحديت هلا هيدي البلوك ما بيقدر يعطينا نفس الشفافيه اللي بناخذها بالمختبر. نعم. ثاني شيء، دائما في ايد كمان التكنيشن المخبري بالاخر اللي لازم تشتغل على الديزاين من برا، يعني بالمختبر بيطلعوا الكراون هيك بس ما بكفي، بيقعدوا يشتغلوا عليها يعني مثل لوحه فنيه بينشغل عليها تيقدروا يعطوا نتيجه حلوه. بالاسنان اللي ورا ما فيها هالمشكله، يعني حدا عنده مولر ورا ما كثير رح يهتم. صح. اذا فيها كولر شيد مغيره يعني ما رح يبين اصلا. مضبوط 100%، وبيحسبها اذا منه مستعجل قادر ينطر ممكن ينطر عليها كمان، لانه هيدي تكلفتها مرتين او ثلاثه اكثر من العادي. بدنا نسال كنا عن التكلفه، بتفرق؟ التكلفه طبعا بتفرق عاليه جدا، اول شيء لانه سيرفيس عم تركبي بنفس النهار، ثاني شيء لانه الماشين كثير غاليه كمان تتركبيها، والبلوكس نفسهم هن كثير غاليين. يعني بتسهل بس بذات الوقت كلفتها عالية. كلفتها عالية، بس يعني المستقبل اللي عم بيصير هون. هلا في اذا بدك كومباين تكنيك، شو بيصير؟ انت عندك الكاميرا بتصوري وبتنبعت الصورة ديجيتال للمختبر، المختبر بيصنعها هونيك وبيعمل فينيشينج وبيجيب لك اياها، كمان بتاخذ شي يوم تقريبا، بس على القليل كمان بيكون التكنيشن دخل بالشغل معك وعطاك نتيجة أحلى من أنت بتقدر تاخذيها وحدك بالعيادة. صح. والتركيب طبعا ذات الشيء، التركيب نفس الشيء، اخذنا النتيجه هيدي الكراون، ان كانت جايه من المختبر ولا كانت جايه من الميلينج ماشين الكات كام اللي عندنا، رح ترجع تتركب بنفس الطريقه، واذا في اي تعديلات بينعملوا بالمختبر نفسه. اوكي. وبيسبب وجع، في وجع معين او من ناحيه الوجع نفس الشيء، هي تغيرت هي التقنيه، يعني اذا في سن بدنا نعمله بنج بالطريقه العاديه كمان رح يحتاج لتخدير بهيدي الطريقه. أوكي. مثل ما قلنا المراحل التحضير ومراحل التلزيق النهائي هي ذاتها ما بتتغير بين اثنين سوا، اللي فرقت بيناتهم ما في عندك القياس
لتاخذيه، وما في عندك تحطي مؤقت وتنطري فتره لا يرجع بالهدول. اذا بنشوف هون مثلا كراون فينير اماميه، وبنشوف هدول شايفينهم انتم ما بتلاقوا مثلا عندهم شكل نهائي مثل كراون كومبليت، فهو بنسميهم انلي انلي او اونلي، هدول بدائل الحشوات. يعني اذا عندنا كافيتي مسوس بنشيل السوس بنعملها هيدي الطريقه بدل ما ينعمل كومبوزيت، وبتجي بتركب قلب السن. وهلا بنشوف حالات كلينيكال بنقدر نشوف مثل هون بيجي المريض مع حشوات سود وحشوات سود كثير كبار. بالطريقه التقليديه بنشيل هدول الحشوات الامالغام بنسميهم السود وبنعمل حشوات بيضاء. بس مثل ما شايفين هون تنعملوا هيك اربع حشوات بتقنيه عاليه بتاخذ كثير وقت، المريض ممكن يقعد ساعه ونص او ساعتين ليقدر يشتغلهم. بالاضافه انه الكومبوزيت اللي بنعمله مع الوقت ممكن يذوب شوي اللي نحن بنحطه. بينما السيراميك شو بنعمل هون؟ بنفض الاسنان وبناخذ لها قياس، بناخذ لها قياس نفسها بالكاميرا وبيرتاح المريض، ما في داعي لفاتح تمه عم نشتغل، بيرتاح المريض بالويتنج اريا، واذا عنده ثاني جهه او غير شيء اشياء ما بده تركيبه بنحضرهم اللي كنا شفناهم وبنجي بنلزقهم مباشره، يعني عنده التحضير والتلزيق بيناتهم ما في وقت، ما في تضييع وقت، وبنركبه مثل ما شايفين جهه اليمين، هدول حشوات من السيراميك. يعني ما صغرنا السن كله بس فضيناه من الداخل حشوات بنسميها انلي اونلي كمان بالطريقه اللي بعدها. هون مثلا عندنا جهه اليمين بدها تلبيسه بدها كراون كامل. كمان تنختصر الوقت وينعمل مؤقت وينبعث للمختبر مشان درس واحد مثل هذا بينعمل نفس الطريقه، بيتحضر سكاننج كاميرا بيتحضر السن وبيتلزق مباشره، هون كراون من السيراميك انعملت تنقدر ناخذ النتيجه، طريقه كثير حلوه كثير بتختصر الوقت. كمان مثلا هون نفس الشيء هون يمكن لاشخاص دكتور في كثير اشخاص يمكن كمان عندهم فوبيا مرات انه يروح عند حكيم اسنان اكثر من مره، ما بحبوا مجرد ما موجودين هونيك انه يي بدي ارجع اروح هلا مره ثانيه. نقطة كثير مهمه هيدي، ايه هيدي الشغله بتسهل لهم جلسة واحدة، لأنه ممكن أنت تحتاجي جلستين أو ثلاثة لتقدري تخلصي، عم تختصر عم تختصر. بس دكتور ما في عمر معين، ما في عمر معين نلجأ لهي التقنية. اللي بيقدر يعمل كراون بالطريقة التقليدية بيقدر يعملها بالهدول، بس قلنا الموضوع إنه إذا كلفة اجتماعي وطريقة لايف ستايل، يعني في ناس كثير بتسافر ما بتقدر تنطر أو تجي من السفر بدها تخلي أسنانها بيوم أو يومين ترجع تسافر كمان لتقدر تعمل هدول. في كثير بتعرفي على لبنان بيجي ناس كثير يشتغلوا من برا. والكراون بضاين نفس الشيء مثل العادة اللي انعمل بالمختبر؟ نفس القوة أوكي. لأنه كمان بلوكس من الزيركون. الشغلة الوحيدة إنه إذا بده تعديل جمالي ليناسب الألوان الأسنان الباقية بده تدخل للمختبر إجمالا، أو بده يكون في مخبري بالعيادة، بس إنه في تدخل للمختبر تقدر يعطي النتيجة الجمالية النهائية. عشان هيك لكات كام لحديث هلا أنا صراحة ما بستعملها بالأسنان الأمامية، بستعملها بالأسنان الخلفية لورا اللي ما بتبين على الضحكة، بس فانكشنال لأنه كثير منيح، يعني بقدر نستعملها بشكل طبيعي. أوكي. بس دائما جماليا لا، بنرجع على تقنية المختبر، بينبعث القياس للمختبر. الشغل هونيك لازم يكون على مهلنا. لأنه فني 100%، ما فيها سرعة. فيها وقت بده ياخذ السن محله، في ديزاين، في واحد بسمة بدها ترافقه كل الوقت. هيدي جمالية ما فيها. صحيح. ثانك يو دكتور، ميرسي كثير لحضورك معنا، ميرسي. بنشوفك ان شاء الله الاحد الجاي مع موضوع كمان تقنيه جديده، دائما بتفاجئنا بتقنيات. ان شاء الله كمان رح نحكي عن تقنيه جديده ان شاء الله. ثانك يو دكتور. فاصل ومن بعده رح نروح لعالم التكنولوجيا مع خبير التكنولوجيا جيمي خوري، وأنا رح تنضم لنا اخصائيه بعلم النفس كارول سعاده لنحكي عن موضوع بيتعلق بالرجال. فاصل ومن بعده بنتابع. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14، فنتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول. نفتتح التشارت هالاسبوع مع اغنية المركز الاربعين. الاغنية اللي احتلت المركز السابع لهالاسبوع. اما بالمركز الاول لهالاسبوع. ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سوا اجمل الاغاني اللي عم تتنافس على التوب 1، انطرونا. We'll be right back.
سيتي الخميس الساعة 7 المساء على ال بي سي. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. رادة الصغيرة المخترعة السعودية، أصغر مخترعة بالعالم. لكل امرأة كلمة سر تفتح للأبواب المغلقة. مجموعة من النساء حدوا من شكك بقدرتهم وخاضوا مجال الجراحة بفن وإتقان. أخذت إن إحنا جراحتنا تعتبر بالميكروسكوب. سر ما بيعرفوا حدا غيرها. فكرتها جديدة وما لها منافس بالسوق. عندما سافرت إلى ماليزيا وجدت ما تبحث عنه. هون أمام العالم بأسره هالنساء رح يكشفوا سر نجاحهم بعربيات. مجموعة فتيات جنوبيات شكلوا كتيبة خاصة ليكشفوا أماكن الأنابل العنقودية. المرأة قادرة على تحقيق نجاح بسوق العمل. عربيات الأحد الساعة 8 المساء على الـ LBC. فيش واحدة جوزتها لما أكون حسيت بيها. طلع جوا ثلاثة غيري يا بيي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ أحس من أربعة. أنا تضربي لي ليلتي؟ الراجل يقدر يحب أربعة. الناس ليها أربعة على الفرازة. كراي أقعد وأنت بتقفيني على ثلاث منك مكان. كنت رايح وواثقين في بعض. أنت إيه اللي حضرك في النص؟ وأنا دموع الستات ما بتهزني. هو قال لك يا أختي إنه حيطلقني؟ يا أختي توكسي. زي ما ربنا خلقها على طبيعتها ضعيفة. بهالفقرة رح ندخل لعالم التكنولوجيا مع خبير التكنولوجيا جيمي خوري، وأيضا رح تنضم لإلنا المعالجة النفسية والأستاذة الجامعية الدكتور كارول سعادة لنحكي عن الرجال أي متى بيصير عنده الجرأة تيروح عن طبيب النفسي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. قالوا لي صرت أكتف على انستغرام مش الحال. في غير الصورة اللي بعدها هي ذاتها اثنين. هلا اليوم لازم ناخذ صورة جديدة بلكي لازم خلص اليوم بدها صورة. ها من أنت على انستا؟ ما عندي هيك؟ بلا لا ما هو منك فولو اي جاس ما بعرف. ما هو انا ما عرفت من تقريبا ممكن هلا لا سوري بس بدي اقول شغله لقلك ليه؟ لانه انا عامله برايفسي مرات بيجي كثير فبعمل يس 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 ما بتطلع على الاسامي فاذا في شي حدا مثلا عمل لي فولو بعرفه ما عملت له فولو باك بليز قولوا لي. بعث لك اياها ايميل؟ لا مش هيك. بعث لك اياها ايميل؟ بعث لك ايميل مادموازيل نانسي. نانسي بس ما عارف انت خبريته لجيمي انه من اربع اشهر تقريبا عمل انستغرام وعمل فولو بس لنحنا اللي عنده منه اكتف. انا فتحته هون يمكن صورتنا مع ساشا كانت. مع ساشا انا وياك. هي كانت هي. ما رح اعمل لك فولو. بدي صوره مع بعض. ما رح اعمل لك فولو. اهلا وسهلا فيك ايضا كمان دكتور كارول. اهلا وسهلا. لحظه اسالها انستغرام ولا مانك على انستغرام؟ ما كثير. ما في وقت. ما في وقت. لا لازم تصير اكتف. مش معقول اصلا عندنا خبير التكنولوجيا وما خصه بال مش بس انستغرام لانه ريلي ما في واحد فيسبوك وايميلز او ذا يعني سو وكمان دائما تقنيات جديده. انت مهم ركز لنا هون شو بدنا نعمل. خبرنا ايه خبرنا عنها. ما بعرف اجيب لكم شيء اليوم حتنبسطوا فيه. يلا شوف فيري نايس. اوكي حبلشكم ب برودكت مش اللي تنبسطوا فيها بعدين هذيك حاقلكم عنها اخر وحده خليها للاخر لانه رح نغبى عن الوعي بس رح نشوفها ماي ماي لحت
اوكي. البرودكت هي هيدي البايلينكس بايلينكس سيسكو. الحلو فيها قبل مره متذكرين جبت شيء راوتر بيعطي كفرج لمسافه كثير قويه اللي عنده بيوت حيطان وكذا شغله. هيدي الايتم الحلو فيها انه لو عنا حيط، نعتبر عنا حيط كثير قوي هون وما بيقطع الريزو لثاني ميله او لكذا طابق ما بيقدر يطلع الريزو. حديد حيط شيء كثير بيتون قاسي، مبنى كثير طويل، بدل ما يحطوا رينج اكستندر او اكسس بوينت تلقط من الهواء للهواء على مسافه كبيره، صار في شيء يقطع يعطي وايرلس بالكهرباء. شو يعني؟ يعني بنحطها بالفيش الكهرباء اوتوماتيكلي بنحط القطعه هون، بدنا نعتبر لمسافه ما بعرف قد ايه، بس على ذات الفاز الكهرباء بيقدر يعطي وايرلس لثاني ميله. سو مش ضروري يعطي سيجنال هون بس، يمكن في قفه بالنص يرجع يعطي ثاني بذات الدرجات السيجنال بتوصل، يعني الكونكشن بتكون منيحه. اكيد بكل كفرج بقوه كثير منيح. بس هيدا شو بتفرق عن اللي جبت لنا اياها من فتره؟ هديك راوتر حطيناه هون نعتبر، وبيعطي كفرج كثير منيح، يعني هو سيجنال كثير قوي لمساحه معينه. هيدي نعتبر بنايه 8 طوابق كلهم على فرد فاز كهرباء. انت بتحط باول طابق وايرلس وباخر طابق تعطي وايرلس، هذيك نو واي تعطي 8 طوابق او 10 طوابق. يعني شو ما يكون في عازل او حتى اذا ما كان شيء كثير حيط حديد بضل هيدا اكثر شيء بالبيوت بالجبل يعني البيوت اكثر من الشقه يمكن بيستعملوها اكثر، لانه بالجنينه برا او بيكون في ما بده مين ما كان ضروري يحط اكثر من راوتر. صح في يقدر يحطها بحيالله مطرح، في حتى مش انه بده يعطي كفرج كل السبيس، بيعطي هون ورجع بيعطي بالاخر. حلو قطعه كثير حلوه صغيره مفيده كمان وبرايس تقريبا شيء 130 دولار. بس اذا حدا بالبنايه عرف الباسورد كل ال في هاكينج سيستم كل البنايه. اوكي ومانا كثير غاليه سعرها كثير. لا اتس نايس كرمال كفرج، عنده بعينه بالمشاكل بالسيجنال، بيقول لك بدفع قد ايه بس ريح لي راسي بليز، بدي سيجنال اوت. بتضل الكونكشن قويه، ما نضل قاعدين بالمطبخ حد ال مش توقفي افتح الباب سكر الباب طلعت عندي الريزو. اوكي في عنا الكمبيوتر. هلا بنعرف انه كلنا الكمبيوترات صاروا بطريقه كرمالهم عم بيصغروا، بنعرف النانو تكنولوجي. صح نانو تكنولوجي تكنولوجي صار موجود بكل شيء، حتى بالكريمات صار موجود. صح يعني هن بتجي مثل تكنولوجي صغيره بكره بصيروا يفوتوها بدمك، بيقدروا يفوتوها باي طريقه. صح. عم نوصل لتكنولوجي بتخوف. حلو فيه هيدا هلا مثل ما قاشعين صار هيدا كمبيوتر يلي هو الديسكتوب يلي كنتوا تشوفوه القديم. اوكي سو كل واحد يلي هيدي مهمه للي عندهم شركات عنده ببيته ما بده شرايط كثير، ما بده كمبيوتر سايز كبير للتنظيف او بعيني مشاكل، سو بيشتري هيدي بكل رواق بيركبها من الشاشه من الكمبيوتر الشاشه من ورا الشاشه ودغري بصير عنده كمبيوتر. لحظه ما فهمت عليك. وكهرباء. اوكي هيدا هو الكمبيوتر. هيدا الكمبيوتر. اوكي هيدا هيدا الداسكتوب اللي كنا نشوفها. صح سو بدل ما يجي يحط الداسكتوب يمد الشرايط ونطلع وتع وقف شريط خبيط، صار بيجي بيركب هيدي بورا الشاشه من ورا فيه كل شيء يلي هو بيجي مع سي بي يو. نحن بيرجع بيقرر هو شو بده الهارد ديسك، شو بده الرامات، بنحطه بقلبه وعادي يو اس بي فيه واي فاي اتش دي ام اي، بده يطلع على اتش دي ام اي باور يو اس بي 3.0 كل شيء فيه. يعني شو رايك كارول؟ يعني حلو كثير بس ما فيه سي دي، ما فيه دي في دي، ما فيه يعني فيه يو اس بي اكيد. هذا يمكن بنلاقي السي دي، صار في شاشات بنحط فيهم السي دي. هدول الكمبيوترات بيجوا اول ان وان. اول عم نحكي كمبيوتر بيسموه اول ان وان، يعني بيجي فيه سي دي، بيجي فيه كل شيء بقلبه حتى بدون كمبيوتر. أوكي. بس السي دي شو صار بالسي دي؟ السي دي بطل عم ينعاز كثير هلا، اذا بتلاحظوا الماك بوك الجديد او كل اللابتوبات الجديده عم بيجوا بلا سي دي، صاروا كلهم عم بيجوا نون
نيد فور سيتي لانه كل العالم صاروا كل العالم صاروا اونلاين كل العالم صاروا يو اس بي الفلوبي درايف صار هول كولكشن صاروا هول بالمعرض بتشوفيها بتفكر ما بعرف اذا بحكم شغلك معقول اكيد اكيد هيك امور اكيد كثير بتهمنا قد ايه نحن بتسهل علينا حياتنا يعني دوسييات الباسيون او حتى بالجامعه بالكرات اكيد هذا موضوع كثير مهم اوكي صار في عندك كلاينت اوكي ده الشغل اللي فينا على طول بتظبط لي زبونات طبعا اوكي هيدي اللي رح نفوت فيها نحن هيدي اي لا بعد هيدي ماشي هيدي هيك على السريع جبت لكم اياها هذيك ما فيك تنطري لا خلص انا ما بدي فينا ناجلها لحلقه الجاي الخبريه ما بتكمل الحلقه ما حضرت هيدي شو الحلو انه هلا صار بدك تقعدي على التي في بتعرفي السمارت تي في كله هلا بيجي فيه الانترنت بقلبه كل شيء سمارت تي في سو الحلو انه هذا الكيبورد في بقلبه في بقلبه الماوس بتجي الماوس على الكيبورد سو انت وقاعده سمبل بتعملي بلاج على التي في قاعده عم تحضر التي في بتعملي تشينج بتبلشي تعملي تشاتنج على التي في بطريقه ثانيه هلا ماشي هذا ايتم هلا هديك شو ايه قبل هديك عم بيسالونا قد ايه حقه البي سي ببلش تقريبا بال 250 دولار 250 ببلش شو غير ما فاجئتك ببلش ب 250 شو بيفرق؟ ايه لانه نحن بنحط فيه هارد ديسك رامي سو هون قد ايه بده سرعه قد ايه بده هارد ديسك كاباسيتي بتفرق مع كل شخص اوكي هول بيعزوها اللي ببيعوا برضه بعده ارخص يعني من كمبيوتر عادي ايه انه بده يعني بعده يعني ابورداب صح صح اوكي رابع شغله رابع شغله يلي هي منا معي كنت بدي اجيبها هي شيء صغير هالقد يلي هي اكس واي فايند هلا بفرجيكم صورتها اذا بيقدروا يحطوها الحلو فيها فيك اذا بدك تفتحها هيدي ها هي هيدي شو الحلو فيها فاينلي يلي كل شخص انا بدي اسالكم سؤال كل يوم قد ايه بدكم تنبشوا عم تبيعكم سؤال بس مش بس بالبيت وين ما نحن جاوبوني بالصراحه عن جد اوكي كل يوم ضيع مفتاح سيارتي مرتين اقل شيء الصبح بس بدي اروح بس ارجع على البيت بدي ارجع اظهر ما بعرف وين بحط المفتاح هلا عندي مشكله هلا تضيع ايه بقلب البيت اهين من لما تكوني عند حدا او عند الكوافير او بيضيع او تقعد صح بس انا برايي بضيع بالبيت اكثر من مره ثانيه بالجاكيت بالجينز بالبنطلون بدي انبش شوي نو بشي مطعم من هدول اوكي شو الحل؟ حل هي هيدي قطعة صغيرة تنحط بالمفاتيح بالكلب بالبساينة بالشنطة السفر بأي شيء وتنزلي ابلكيشن على السلولار سو فيكي تعملي إذا أنت عم تنسي عند الكوافير في عندك أوبشن بقلب السلولار تنحط يلي هي إنه إن كيس بعدتي أكثر من 10 متورة عنه للمفتاح سلولارك بصير يزمر عندك هالأوبشن يعني بلش هيدا يعني مرات وقت ضيعنا السلولار اذا ضيعنا السلولار سلولاري ما بلاقيه بكون فعلا بدي بدي سلولار جديد سلولار جديد باسرع وقت ممكن تلاقي المفاتيح لازم نعالج السبب هون لا طبيعي نحن ضمن اشغالنا عن جد انه بتشوف هلا العالم اذا ما عم تنسى شيء لا عاده بنضيع التليفون بندق عليه عاده اللي ما بيحطوا تليفوناتهم سايلنت مرات وقت يضيع المفتاح كنت دائما بفكر يا الله في يا الله يا ريت في دق له او انه شي طريقه فهلا الحل مع جيمي عوينات مثلا اللي بيلبسوا عوينات كثير بضيع عويناتهم بصير ما بعرف بصير بدي على الاوفر تخيل سو حتى قلنا فينا بنقدر بالحيوانات بنقدر حتى بالكلب طلع برات البيت وفيها هي بتنشغل باي بلوتوث مثلا من شفنا الدوغ حاطط وحده وفينا باي بلوتوث انه بنقدر يعمل كونكت بيقدر يعطي كمان اذا نسيتوا شي مطره تفوتوا تعملوا لوج ان بيعطي كل 10 دقائق سيجنال جي بي اس لتلاقوا وين لاست تايم نسيتوا هالمفتاح السياره صح, صح. خير. اوكي كثير حلو سعرها تقريبا شي 36 دولار حلو وسعرها كثير منيح سعرها رخيص وممكن مين ما كان يشتري صح وبيجوا مع كذا لون
اوكي اوكي. وعده الوان؟ في عده الوان كمان. كثير حلو. لكن بعد ما عملنا جوله هيك على كل شيء جديد بعالم تكنولوجيا، صار وقت هلا نفوت بموضوعك كارول، ونحكي اكثر عن الرجل يمكن وعلاقته بطب النفس او بالمعالج النفسي. كيف هون بتختصري هالعلاقه؟ يعني هون فينا نحكي عن مش بس الرجل، عن الانسان وعلاقته بالطب النفسي، كيف هي بيئته علاقتها بالطب النفسي. يعني بنشوف انه البيئه والمجتمع والثقافه كمان كثير بتعكس العلاقه اللي هي بالاساس النظره للطبيب النفسي او المعالج النفسي، شو النظره المعتمده بهذا المجتمع، عاده ما بتكون كمان عند الرجل موجوده. فهو ابن بيئته حتى بنظرته بعلاقته مع الطبيب النفسي. اكيد انه اليوم صرنا بمرحله اكثر يمكن نتقبل فكره المعالج النفسي او المرض النفسي او اي مشكله نفسيه، وبنعرف قد ايه هي مهمه وقد ايه هي ممكن تاثر على حياه الانسان بشكل كبير. صح. ولكن اكيد بتختلف حسب ثقافه الانسان، حسب ثقافه الرجل، قد ايه هو عنده ثقافة معينة بتخليه يتقبل. يمكن. صح. قد ايه هو كمان بشخصيته بيقدر يتقبل انه هو يكون عنده مشكلة معينة، هذه كمان بشخصيته وبمحيطه كمان. كارول دكتور، قبل ما نفوت يعني بهيك تفاصيل موضوعنا، في عنا ريبورتاج حضرناه عن هالموضوع، خلينا نشوفه وبنرجع بنتابع. يلا. سيدتي، لطالما كان لك حصة الأسد في الاهتمام، ولكن اليوم عزيزي الرجل أنت هدفنا، ويجب أن تعلم أنك أنت أيضا تحتاج إلى المساعدة أحيانا، وهذا ليس بعيب أو جريمة، وكذلك فأنت غير معصوم عن التعب النفسي. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. الاكتئاب المستمر، الغضب، الفشل في التكيف مع الحياة، عدم القدرة على تكوين صداقات، الخوف غير المبرر، الوسواس القهري، عدم القدرة على النوم، التوتر، وعوارض كثيرة يمكن أن تشل حياتك. لتحقيق السلام الداخلي والعودة لممارسة مهام الحياة بشكل سوي وطبيعي، يجب على الرجل اللجوء إلى الحل، وهنا فهو الطبيب النفسي. يعني دكتور، ما بعرف، صارت يمكن خبرية نزور طبيب نفسي إن كان عن النساء أو عند الرجال شوي عم نتقبلها أكثر. صحيح. عند السيدات أكثر، ولكن الرجل أيمتى لازم يلجأ لطبيب نفسي؟ أكيد أنه اليوم الرجل في يلجأ لطبيب نفسي بحالتين أساسية، إما إذا هو عم بيعاني يعني في سوفرانس، أو أنه هو حابب يشتغل على حاله على شخصيته. دونك العلاج النفسي هو هدفه، أو العلاج للمرض أو للمشكلة النفسية الموجودة، أو حتى كمان للإنسان يحسن حاله، يحسن شخصيته، يتعلم كيف يسيطر على عواطفه، كيف يسيطر على ردات فعله، على تصرفاته. دونك هون ما بيكون عم نحكي عن مرض. بس دكتور، هو ايمتى يعني الرجل بيواجه بيقول انا بدي طبيب نفسي؟ لأنه دائما بيخلق مبررات لنفسه، يمكن تنعوي. ما تطلع على باله فكرة انا بدي طبيب نفسي، يمكن انا مضايق، انا عندي ستريس، انا بس تيوصل لمرحلة انا بدي طبيب نفسي بينه وبين حاله، اي متى؟ يعني هون كمان درجة الوعي للمشكلة النفسية قد ايه هي مأثرة بحياته، قد ايه هو عم بيعاني منها، وقد ايه محيطه بيتقبل هذا الموضوع، قد ايه هو ما بياخذها وكأنه هي عيب او يعني مشكلة انه يروح عند حكيم او طبيب نفسي، معالج نفسي بالأحرى. هون عم نحكي أكثر عن الاضطرابات القلقية يلي بتدفع الإنسان إنه يزور، الاضطرابات اللي فيها اكتئاب، الشخص بيكون عنده شعور بالحزن، فقدان للأمل. كمان الرجل كتير معرض اليوم بحياته للستريس، للضغط النفسي بعمله بشغله، دونك هو بيقدر يمكن يتوجه لما يكون في الوعي للمشكلة والوعي بشكل عام،
والمشكله بحد ذاتها. بتعرفي دكتور نحن كنساء يعني دائما بنقول يا ريت في روح عند حدا هيك اقعد واحكي له. جي مش مره انت فكرت انه عبالي اقعد احكي لحدا لمعالج نفسي انه الحكي إيه. انا ب ب ب انا كنت بالنوع اللي ما بحكي كثير يعني بحس إيه؟ اذا عندي مشكله حتى بالعائله او اصدقاء ما بحب احكي. بحس انه انا بدي خليها مشكله بحلها على رواق بس بشكل إيه؟ عام هيك كمان إيه؟ ضلني تحلها بس بصير بس قوتك يعني بتكون ايه بس حشري انه لاقي واي بقرا عنا بقرا جرب انه شوف ليش انا ليش ماني رايقه معي اليوم. يعني ما عندي شيء اسمه مثلا وعيت مثل ما بيقولوا وعيت مفقوس، لا في شيء برايي انا بدي في سبب اساسي سو بس بعدين صرت انه شوف انه لا انه اذا حدا اصحابي بقعد بحكي بتحدث انا وياه شخص قريب هيز نوت غانا جادج مي ان واي يعني ما حيحكم علي. هذا الشخص فيك تقعدي تفتحي له بمواضيع مهمه يلي هن قليل كمعالج بالعكس انا بايد الفكره بس نفر يعني لانه يمكن لانه عم بقول لك لانه حشره بقرا اي ريسيرش اونلاين يمكن بتشاور مع كذا شخص يمكن كمان المشاكل اللي عم تمرق فيها اوكي مش رح اقول بسيطه يمكن كل واحد عنده مشاكل كثيره ومشاكله عقده بس يمكن عم تقدر تتخطاها مشان هيك ما عم توصل للمعالج اكيد بس انت عاديه يعني بس انت جيمي ما بتحس عندك مشكله نفسيه عندك لا مشاكل لا ما هلا انت جاوبت بطريقه عن المشاكل اللي بتصير يمكن حواليك واللي كل الناس عندها اياها بس بتحس عندك مشكله نفسيه عندك مشكله بينك وبين حالك خوف من موضوع معين اي شيء بتحس انه رفيقك ما حيفيدك بدك معالج نفسي اوكي انا من انا وصغير بعتبر بشتغل كثير على حالي يعني بشوف انه انا اكزومبل بخاف من هالشغله بواجهها يعني ضلني اعمل تا واجه هالشغله ضعيف بهالشغله بقوي حالي اي ستدي انه وين الويكنس عندي تا قوي حالي بهالشغله يعني كثير صراحه كل يوم عن يوم بشتغل على حالي بطريقه يعني المشكله اللي عندي اياها اذا اكيد كل شخص بده يلاقي حاله عنده شغله مشكله عنده مشكله بغير مطرح عندي اكيد كل واحد عنده اياها يعني انت جيمي من الاشخاص nobody is perfect يعني ما في حدا جيمي يعني دكتور كارول يعني جيمي من الاشخاص اللي كمان في كثير رجال اكيد بيواجهوا مشكلتهم يعني الشخص اللي ما بيقدر يواجه هو اللي لازم يروح عند المعالج النفسي اللي ما بيقدر يواجه او اللي شخصيته ما بتسمح له كمان انه هو يتحكم بالمشاكل يعني اللي المشاكل يمكن بيضعف قدامها بتتراكم عليه ما بحلها يمكن كيف طريقه العلاج بتصير تنقول راح عند المعالج ليش كيف بتصير هلا اكيد هون عم نحكي عن حالات كثير مختلفه يعني اكيد انه كل حاله بتختلف عن الثانيه والعلاجات بتختلف في كثير مدارس في كثير انواع علاجات مثل العلاج المعرفي السلوكي يلي بيشتغل على الافكار على سلوك الانسان او العلاج التحليلي يلي هو اكثر بيشتغل على اللاوعي وعلى الانسان شو عاش بحياته شو قصته طيب دكتور اكيد حدا من حاله شو مهم واحد يشتغل على اللاوعي على اللاوعي هيدي برايي منطقة بس انا بصير مسؤول عن كل شيء خلص يور ريسبونسبل اوف يور سيلف 100% معك حق انا بس بدي اعرف هون دكتور بس يوصل الشخص لعندك الرجل مثلا لعندك مين بيكون موصله يعني لنقول الأغلبية حدا من العيلة من أصحابه غير المرأة هلا إذا بدنا نحكي بشكل واقعي بمجتمعنا نحن لأنه مجتمعنا بعده مجتمعنا بعده عنده ملامح ذكورية فهو الإيجو تبع الرجل يمكن شوي ما بتخليه يواجه مشاكل عادة ما بتكون ضغط من المحيط يعني كمان لأنه عم بيصير في مشاكل عائلية مشاكل زوجية ولكن كمان ما فينا نستثني أشخاص بيجوا من تلقاء نفس لانه هن عندهم الوعي الكافي وهن بحاجه دونك الدوموند اما بتجي من الشخص او من محيطه او من اذا كان اصغر شوي بالجامعه من وراء الجامعه من وراء اصدقائه اصحابه او بالمدرسه وبس يعني. يتخطى شوي المرحله كمان لازم يرجع يشوف المعالج كل فتره او خلص الشغل على الذات ما بيخلص يعني حتى المعالج النفسي هو بحاجه لانه كمان يضل يشتغل على حاله دونك الانسان دائما عم بيواجه بحياته امور جديده لازم يتعلم كيف يتصرف معه يعني ما فينا نقول انه في علاج نفسي بيخلص والانسان بيصير
بيرفكت كل انسان هيك بيكون عنده أكيد. معالج نفسي بيحكي هو وياه عن جد. تخيل هيك خاص كل شخص هلا عنده هيك بتطلع عن جد مش بس لانه بيحكي كمان انه يعطيك بوزيتيف فايبس. اكيد اكيد يعني انا كان في بس نقطه بدي اوضحها انه قصه نحكي لاصحابنا او لاصدقائنا مش هي ذاتها ما بتشبه ابدا. يعني المعالج النفسي بيسمع امور الثاني يمكن ما بيقدر يسمعها، بيسمع ما وراء الكلام وبيضوي له على امور هو ما بيقدر يشوفها. بحل له المشكله لبعدين يعني أكيد. جذريه أكيد. مش مشكله. ثانك يو كارول، ميرسي كثير على النصائح المفيده اللي اعطيتينا اياهم اليوم. ان شاء الله يكونوا الرجال الرجال استفادوا. انا دائما عندي هالنقطه النساء والرجال لا جيمي كمان انبسطنا بوجودك معنا. ثانك يو لكم. بنشوفك نكست ويك كارول، رح نشوفك من بعد بريك، رح نخليك معنا. اوكي سي يو نكست ويك لك جيمي. ثانك يو. مشاهدينا رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلام، نرجع منتابع، خليكم معنا. ستائر مرصعة بكريستال شورفسكي من سيدار. برنامج جديد بتتابعوه كل نهاية أسبوع لنسترجع أبرز محطات الموضة مع راوند أب لبرنامج كاتوك. بعدين تتابعونا كل أسبوع مع برنامج رانواي معي أنا فانسا هيل. رانواي تنين الساعة 7 المساء على الـ LBC. Pop Up 2015 Edition بتحمل معه الكثير من المفاجآت. أجدد الدانس هيتس بتشوفون وبتسمعون إكسكلوزيفلي بـ Pop Up. جولة على عناوين التابلويدز من حول العالم. مثل ما عودناكم سبيشال ريبورتس واكسكلوزيف انترفيوز مع نجومكم المفضلين من الوطن العربي والعالم. تابعوا اخباري ببرنامج بوب اب على ال LBC وقنوات روتانا. ورد الخال كل هالاخبار واكثر، كونوا على الموعد. بوب اب الاربعاء الساعه 7 المساء على ال LBC. الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي، سر الشباب الدايم، أيها من الحامض أو الشاي والقهوة يلي بيخفف من امتصاص الحديد بالجسم، البشرة المتألقة، الصحة والحيوية، تكتشفوه هون مع أفضل المتخصصين بالصحة والجمال. نسحب الدم نعم اوكي من الشخص نفسه وبعدين ندخله داخل مثل الماكينه، الماكينه تعمل سنتريفيجيشن. انطرونا الاسبوع المقبل مع مواضيع جديده راح تهمكم اكيد. ذا يوث كلينيك السبت الساعه 7 المساء على ال LBC. بدنا نعمل شجريه على طريقه جوان. برغل الرز بعذب كثير يعني. هون الديسير كمان مألف من كاكاو بسكويت. في ظروفي للي عم يعملوا دايت، نخلي شوي للصوص الصيادية. أنا جبت الأكيديني لأنه منظرها كتير حلو. خليكن معنا لأنه في كتير 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 ناس بحبوا يتعلموا هالأكل. هيدا عنده اشياء كمان غريبة الشكل مثل ما بقولوا، يجي لعنا لهون انا ناطرتكم. باي. عنار لطيفة يوميا الساعة 1:30 الظهر على ال LBC.
بيروت وهالفقرة مخصصة لكل سيدة بانتظار مولود جديد. ومع جوانا نوفر رح نتعرف على أغراض البيبي وخصوصا إذا بدها تعمل السيدة ليس دو بيبي. أهلا وسهلا فيك جوانا. هاي جوانا. كيفك؟ تمام يا شطحة. وأكيد بعد معنا دكتور كارول ورح هيك اللي على نفس الشيء. جوانا ليس دو بيبي هيك فكرة جديدة قد ايه بتسهل على الأم؟ كثير بتسهل. اكيد كثير بتسهل. الامات اللي هن منهم فيرست تايم مامز او اللي عندهم اولاد من قبل بيعرفوا قد ايه اوقات لما يحصلوا على هدايا بعد بالتهنئه او بعد ولاده الطفل ممكن يضطروا يردوا الكادويات او بتتكرر اوقات الهدايا لحتى خاصه ام بعد الولاده بتكون تعبانه بتكون معجوقه كثير ما عندها يمكن وقت لحتى تروح ترد الكادويات. اوكي لسه دو بيبي من اي متى الام لازم تبلش تحضرها؟ هلا هو نحن بننصح من تقريبا الفصل الثاني من الحمل. أوكي. يعني على الشهر الرابع والخامس والسادس لانه بهالوقت بتكون هيدا اريح فصل خلال الحمل بتكون الام تستعيد كثير نشاطها وبتحس حالها انه قادره عندها حيويه لتروح تتبضع لطفلها فيها تروح على حيالها محل اطفال او حتى كذا محل. أوكي. وتحط تنقي الاغراض اللي هي اللي حنحكي عنها هلا اللي هي الاساسيه اللي لازم تكون موجوده لانه هي البدايه شوي صعبه كيف بدها تحضر لهاللائحه ومن وين بدها تبلش بتعرفي هي ابدا بالعكس اذا راحت عند المحل بيع الادوات للطفل يعني اغراض الطفل وحتى اغراض الام كثير اسهل لانه هن عندهم خبرتهم هيدا شغلتهم عندهم خبره بالموضوع هو بسهلها وبساعدها كثير بيعطيها افكار حتى اذا في شيء ممكن نقصته او في شيء هي عندها اسئله يعني بجاوبها عليها. هلا نحن هيدي فكره اكيد جديده بلبنان بس انه منا جديده على الاعراس مثلا على طول بنسمع بليز دو مارياج وكل العالم تتقبلها وقبل ما كانت موجوده هلا صارت العالم بالعكس بتفضلها وحتى اريح للشخص اللي هو بده يهدي. صحيح. بقول لك انه ما بدي افكر كثير انه شو بدي اجيب الكادو بروح بلاقي الاغراض بنقي حسب البادجت واصلا بينبسط الشخص انه جاب للشخص اللي بده يهدي شيء انه عجبه وبيستفيد بس يمكن منه. بس يمكن مثل ما قلتي بعد في اشخاص بتستحي يعني ليس دو مارياج صارت موجوده بس يمكن لتحطي ليس دو بيبي بيقولوا لك انه عيب مثل واحد انه عم يجبرهم للاشخاص انه يجيبوا كادو لانه في كثير عالم اصلا بلشت يعني عاديه إيه إيه اكيد وكل المحلات صار عندهم فكره بتقول لهم بدي احط ليس دو بيبي عندهم فكره على الموضوع في ساعتها شخص يروح يدفع حق ايتم وياخده معه على التهنئه او يحط مصاري حتى سوم يعني بقلب المحل بيستفيد منه الشخص وكمان مثل ليس دو مارياج اللي اول شيء ما كانت على الموضه يمكن هلا صارت العالم تتقبلها هيدا نفس الشيء واول ما يسال في كثير اشخاص بيسالوا بعد ما تولد الام او حتى قبل ما تولد انه شو عايزه لطفل شو ناقصك بعد صحيح هيدا السؤال وهيدا كثير لهم انه في ليست بيبي خاصه وهيدا هيدا الموضوع يعني حكيناه مع بما بحلقاتنا اكثر هاي الاسبوع حكينا كثير عن الطفل وحكينا عن الاتيكيت كمان كيف فلازم يحضروا سيدات هلا شو حكينا عن الاتيكيت ونرجع نبلش نجيب ليست بيبي جبتي لنا مجموعه من الصور اي اكيد اوكي رح نبلش فيهم و اوكي هون هيدا تشينجينج تيبل او طاوله لتغيير الحفاض تبع الطفل بس بنفس الوقت كثير براتيك لانه فيها هي من خشب وفيها جوارير لحتى يحط فيها اغراض للطفل فيها تحط الحفاضات بقلبها الوايبس او حتى تياب مناشف في منهم بيجي البنوار كمان بقلب هيك اي مفروض في صوره كمان اوكي اوكي هيدا يعني تخت كثير فكرته حلوه لانه هيدا بينضب بصير كثير صغير يعني هيدا ترافل كريب فيها الام اذا هي رايحه على مسافره طالعه برات بيتها لمحل بعيد تقضي كذا نهار بتطويه وبتاخده معها وبنام الطفل فيه وفي تشينجينج مات دخليك هوني ثاني ولا لا هيدا لحتى بعليه بنام فيه الطفل أوكي. اذا لما يكون مثل باسينات صغيره واللي حده بتغير له الحفاضة عليه حلو فكتير براتيك موجود منه بالمحلات بلبنان
الصورة اللي بعدها كمان. اوكي هلا هيدي نحن بنفكرها يمكن شيء بسيط، بس هيدي للطفل لحتى نحط الغسيل يعني. طبعا اكيد بننصح انه ما ينحط مع غسيل الاهل او الكبار، بتجيب شيء سيبرت له. اوكي من بعدها اوكي هيدا اللي كنت عم تحكي عنها، تشينجينج تيبل اللي هي بتنفتح بتصير بنوار، براتيك كمان كثير، ويعني بتوفر محل خاصه لما الطفل يكون كثير صغير يمكن صعبه نحطه بالبنوار الكبير، بس كمان في كذا احتمالات، هيدا من الاحتمالات الموجوده. كارول بس تكوني هيك على رايحه تهني حدا ببيبي بتبقي محتاره شو بدك تهدي؟ اكيد يعني بترجع كمان لقديش شخص قريب وقديه هو، يعني عاده نحن عندنا عاده يمكن بنهدي ذهب او بنهدي يعني امور بالوقت يلي كمان هن بيكونوا عايزين كثير امور يعني مهمه. فليس دو بيبي فكره كثير حلوه يعني هتعمليها ان شاء الله ليس دو بيبي؟ ليه لا اكيد ان شاء الله. ليه لا اوكي بنتابع مع الصور. اوكي هيدي اسمها كو سليبر، هيدي كمان نحن بنشجع كثير الطفل لما يكون انه ينام مع الاهل بالتخت اكيد، بس في كونديشنز لهيدا الموضوع يعني تحكي مع طبيبه تستشير طبيبه قبل، بس هيدي بتحط البيبي بينه وبين الجوزة واكيد هيدي كثير مهمه لما الام تكون مرضعه، اسهل لما البيبي يفيق بده ياكل دغري بتشيله بتحطه على الثدي وفي يرضع. ملاحظ هون انه في يعني عالي بين الام يعني لحتى هيدا اوقات بخافوا انه اذا حدا نومه ثقيل يبرم على البيبي. اوكي الصوره اللي بعدها. اوكي هيدا كمان بينحط كله بقلب البنوار وبينحط الطفل بقلبه كثير سيف لحتى اذا الطفل لانه ما فينا يعني انت اريح لك منك مضطره كل الوقت تضلك حاملتيه، وبينحط وبيتحمم البيبي بقلبه. اوكي من بعدها كمان هيدي كمان نوع تاني كمان بينحط كله بقلب البنوار وبينحط الطفل عليه، كمان موجود كلهم هول موجودين بالمحلات اللبنانيه يعني بيلاقون بسهوله. اوكي هيدا كارسيت هيدا اهم شيء، وانا برجو انه الاهل يستعمل يعني يشتروه او حدا يعني اذا بدهم يجيبون اياه من اول نهار بيظهر من المستشفى فيه، يعني في كثير اهل بيقولوا انه بعد ما اشترينا الكارسيت بيظهر ببورت بيبي او بينحط على الحضن. بليز خلينا هيدا سلامة الطفل اللي هي صار لها حملته 9 اشهر، كثير مهم ينحط الكارسيت ويكون قلبين ظهره للسائق. اوكي بهالطريقة بهيدي الطريقة مثل ما مبينة، هيدا في نوع ممكن يشتروا بوستات مع كارسيت اسمها ترافل سيستم، اسهل يعني بيجوا بينحطوا مع بعضهم فيها، منا الكارسيت اكيد مهم تشتري من قبل، البوستات منا ضروري من قبل فيها تنطر لانه 6 7 اشهر يمكن الواحد ليصير يحط البيبي واكثر كمان بالبوستات. هلا في منهم من قبل، في منهم هيدي اذا حطت الكارسيت بقلب البوستات فيها من اول ما يخلق الطفل. هلا بلبنان صراحة يعني البوستات مهمة، بس انه يعني في شيء بعد حيجي بعد اهم واسهل بكثير هلا حنحكي اوكي عنه. يلا رح نشوف لكن نتابع بالصور. اوكي هيدي بوستات ثانية كمان يعني هيدي اللايت ويت كثير خفيفة كمان، في انواع ما يشتروا شغلتين من مثلا مش بوستات ثقيلة، بوستات جيبوا شغلة وحدة خاصة البيبي بيكبر بسرعة اكيد هيدي بتبلش على 3 اشهر تقريبا ببلش يقدر يستعملها، اول 3 اشهر اصلا هلا كمان حبرجع اوكي يلا حنرجع نشوف شو هيك نعجل أوكي. شوي هيدي مشي مهضومة بس انه باسينات فيها سوري سلة للغسيل فيها تعملها هي بالبيت هاند ميد يعني مهضومة للاشخاص اللي مش قادرين يشتروا اللي فيها تعمل شيء مهضوم. كيف هيدي بتنعمل يعني؟ هيدي سلة غسيل عادي السبت الغسيل وبحطوا فرشة افوردبل يعني سعرها كثير مقبول وبحطوا شيء من فوق ماش كثير مهضوم. اوكي هيدي كمان هيدي نوع من الكو سليبر، هيدي بتنحط دغري حد تخت الام اذا ما بدها تحطه بين الام والبي، وبتنفتح مفتوحه على الجنب كأنه على الجنب كانه نايم حدا، بس هو بيكون فعليا نايم بتخت ثاني ودغري بتحمله وبترده على الطفل. انا خلص من بعد ما فرجتني صار بدي اتجوز وبدي اجيب يلا اوكي هيدي اللي كنا عم نحكي عنها اللي هي نحمل البيبي، نحن طلعنا بحلقه قبل حكينا عن كانجورو بيبي ويرنج، هيدي يعني اول فتره هيدي ل3 سنين فيها الام تضلها تحمل طفلها بهالطريقه وكثير بتحسس الطفل بالامان وكثير سهله وبتتنقل فيه وين ما كان بالمولات بالسوق بكل سهوله وحتى منيحه للكتاف ما بتاذي الظهر ولا الكتاف. اوكي
هيدي النيرسينج كوفر للرضاعة إذا هي بس بدها تردع أون بوبليك أو بين العالم، إذا عندها مشكلة إنه تردع بلا كوفر فيها تحط هيدا الكوفر وتسهل عليها وما حدا حتى بينتبه إنه هي عم تردع. صحيح. لأنه بيغطي كثير. أوكي. هيدا نوع ثاني من كيف تحمل البيبي، المشاهير كمان بيحملوا أطفالهم، يعني هيدا بهوليوود بتلاقيهم ماشيين وحتى البيات مش بس الأمات والبيات. عم بيقولوا انه يمكن انسات مره جديده بيانسي بعد ما نعرف ممكن. هيدا كمان موجود بالاسواق اللبنانيه كثير مهضوم وبراتيك، بتحط بقلبه الوايبس والحفاضات وبتفتحه لما تكون برا بحمام عام، فيها تحط الطفل عليه لحتى ما يلقط شيء ميكروبات عن جوانب. اوكي. ويمكن اخر صورها. اوكي هيدي عندنا منها كمان هون جايبتها معي. هيدي لا بعد في صور. سليبنج باج اللي هي البيبي اذا بالشتاء بدنا ندفيه ما نغطيه بحرام لانه الحرام ممكن يطلع على وجهه طفل ياذيه، يعني يصير ما يقدر بقى يتنفس منيح، فنحن بنحطه بقلب هيدي مثل كانه كيس هو بنسميه، يعني بيكون لابس البيجامه تبعيته وبيلبسها وبيتدفى كثير، هي من المخمل. اوكي حلو. لكن بلا الحريم هيدي بتغني عن الحريم. هلا نحن حنحكي في عنا هون حريم بس هيدا منجيبه لما نكون لما نظهر البيبي من المستشفى، اذا ظاهرين وشايفين البيبي لحتى كل الوقت نتاكد انه ما عم يطلع على نفسه. هيدي كمان بيجاما، اذا بدهم تشتري البيجامات تشتري من هيدي البيجاما كثير سهله، مش مثل ما نحن بنلبس بنطلون فوق مثلا توب لحتى البيبي ما يتضايق، هيدي بتتبكل بهيدي الطريقه وكلها. هيدي لاي عمر تقريبا؟ هيدي من زيرو لاي عمر بنضل؟ ست اشهر؟ هلا في ضلوا ايه في ضلهم في منهم لعمر ثلاث سنين اوقات كمان بضلوا هو اصلا الاوفر اول اريح الاوفر اول ايه مريح. هلا بعدين لما يصير ملابس كوش الطفل او حفاض بتصير يمكن ثقيله لتفك احيانا البنطلون، بس انه كل ما هو لابس حفاضي يمكن هيدا ايه اصلا البيبي ببين اهضم مع ال في شغلات هون قدامك على السريع. ايه هيدا البادي كثير كمان بتشتري كذا منه، يعني تقريبا شيء فيها تشتري شيء 6 7 8 منهم بتخليهم عندنا من عمر 0 ل 3 اشهر، بس تجيبه بيتبكل على الجوانب احسن من اللي بيفوت من الراس لانه بيتضايقوا اوقات الاطفال. أوكي. اكيد كلفتين هو اللي هون. هولي هيدا اذا بدها تحمم الطفل ما بنجيب الليفه العاديه، فينا نجيب مثل شقفه ايه وبحط عليها الشامبوان اللي هو بنشتريه من الصيدليه افضل وبتحمم الطفل فيه. هولي وايبس فيها تعمل هي الوايبس تبعولها بالبيت، ما ضروري تشتري حتى من برا، بتغطسهم قماش من قطن كمان، فيها تغطسهم بمي ميه لافندر وتغسل بعد ما الطفل بدها تغير له الكوش، واصلا نحن فينا بحاجه اذا كنا بالبيت بس لمي ما بحاجه لاكثر، وما بننصح باستعمال الوايبس كل الوقت الا اذا كانت مضطره. الوايبس الاندستريال يعني اللي بيبقى كوميرشال وايبس. اوكي بعطيك يمكن صورتين. رح هيدا ترمومتر للدينه كمان فحص يعني ميزان الحراره. ميزان الحراره. اوكي اخر صوره المقص كمان من اول نهار فيها تقص له ضفيره، بيجي هيدا خصوصي للنيو بورن لحتى ما ياذيه، لانه اوقات بيقولوا لك بخرمشوا حالهم بيصيروا بحطوا له على ايديهم مثل الكفوف هيك. صراحه بنفضل نحن انه بدل ما ينحط الكفوف تقص له ضفيره لما يخرمش حاله، لانه الايدين كثير مهمين بعمليه الرضاعه الطبيعيه، بيساعدوا حتى الام يصير عندها حليب اكثر لما يملحس الطفل على ثدي الام. حلو. بعد في بس هيدا اللي هو اكيد حفاضات بدها تشتري حفاضات، هيدا بس حفاض قماش يا ريت يصير عندنا اكثر. لا هيدا بالبيت يعني عادل بدل الحفاض النايلون اللي هو هيدا احسن للانفايرمنت للبيئه لانه بينغسل، واهلاتنا كلهم كانوا يستعملوا من يعني منه، هيدا منه شيء جديد علينا وكمان صحي اكثر لبشره الطفل وشكله احلى كمان. وهول الايتم صراحه كثير يعني تقريبا ما بحاجه تشتري اكثر منهم ليخلق الطفل، ما تكثر من الثياب لانه الثياب بعدين في اشياء كثير بيكبر بسرعه ما حتعوزها، بس اذا الثياب اللي بتشتريها تغسلها كلها بسائل للغسيل ضد يعني ما بقلبه بارفان حتى ما يعمل له حساسيه، تغسلهم قبل ما تلبسهم للطفل. ثانك يو ميرسي جوانا على هالنصايح المفيده، ان شاء الله كل ام عم تتحضر تكون استفادت او ام هلا هي حاليا
وعبالك يا كارول. ان شاء الله قريبا بنشوفك احلى ام. ثانك يو لحضوركم معنا. ميرسي. ثانك يو. اوكي انا اليوم بعدني ما طليت على الشيف سليمان فرح روح. بلا طليتي قبل. لا ركنت مع هلا. هاي شيف. هاي نيفين. كيفك؟ كيفك انت؟ هلا كل شوي بالبريك عم تعملينا فريز. ما بعرف اذا في شيء خصو بالفريز او لا هول هيك جايب لك خصيصا لك ولناسي لمعرفكم انكم جايين اليوم. ثانك يو. كيف صحتي؟ الحمد لله منيحه. وانت؟ اليوم انا كثير منيح الحمد لله. في عندي نوع من البطاطا الازيتيك حكينا عنها يوم الجمعه. هي بطاطا كثير طيبه سويتي نكهتها كثير 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 مميزه. اوكي الكل اللي عملناه اذا حلوه اكيد نكهتها مميزه. حلوه السويتي يعني هي بطاطا سويت. اوكي بدنا دائما نجوفها بهالشكل هيدا لانه القلب تبعها كثير كثير قاسي. بدنا نرجع بعد ما نستويها. ملاحظه هلا كيف هي مستويه. عفوا شو هالورد وهالالوان وهال هولي مش إيدي معقول. ايدي بالفلاور نقي شيء تنحطه على البلا اليوم. البيربل استعملناه قبل. لا ما بعرف هات لنسال توني. اوكي اي حبيت توني الاصفر او الاورانج؟ اثنيناتهم مش حلوين. طيب حنحط الاصفر الاورانج. اوكي لا الاورانج اذا المخرج قال مش حلوين ما رح نستعمله. لا هو بس هيك اوكي عم يتساءل علينا. نيفين كل اللي بده يصير بعد ما فرغنا البطاطا هون كل اللي بدنا نعمله بدنا بس نهرسها شوي صغيره. اوكي وبدنا نرجع نردها نعبيها بقلب هالسيركل القشري اللي هي ما مش رح اوكي اوكي هيدي فضيناها هرسناها شوي رح ارجع ردهم على قلبها وقت اللي بدكم تتغدوا. يعني اطلع فيك دائما في اشياء جديده غريبه. عملكم هون شيء كثير طيب. اوكي زينو الزكيني اللي انا كثير بحبه اللي هو الكوسه الاصفر وجبت فول اخضر. امبارح كنا سهرانين عم ناكل فول فقيتهم ونسفناهم بشويه زيت السمسم مع شويه كبره. يعني حتى بسهرتك ما بتنسانا. ما بنساكم ابدا. هلا الشيء الحلو اللي بدي فرجيك عليه هو هون نيفين. 1 2 3 ستيك. ستيك بس هالمره فيري ويل دان وكثير طريه. أوكي. كل اللي عملناه مثل العاده. ما بدي اجيب لنا فريز ما بدي اشبع بدي اتعشى اليوم. أوكي. كل اللي عملناه حطيناها بهالطنجره الخاصه فيها وحمرناها ثلاث اربع برمات بس مع ملح وبهار ابيض. اوكي بس الحلو بهيدي الطنجره انه طريقه توليدها للحراره حلوه الريحه كثير. طريقه توليدها للحراره ايجابي جدا مجرد ما سكرناها بتضغط وبتطلع المي الطبيعيه تبع اللحمه الجو بيعطينا نكهه طيبه. وهون عندنا ثلاث قطع كرامب. بتعرفي هذا الكرامب اللي بينتاكل اذا عم نشرب شيء او كذا بيتقطع مثل الجزر وبيتاكل. اليوم عم جرب لكم اياه مطبوخ حطيته مع مية اللحمه والكريم. خلينا نقربهم هيك تيشوفوهم. يلا اوكي هيدا الكرامب مع الجو مع مية اللحمه والكريم فريش. اوكي طلع بالك تذوقي شيء شيء طيب كثير. ايه يلا ليه لا. هلا انا لانه كثير حبيتها. هلا هول وين رح نستعملهم؟ إذا المخرج ما قال مش معقول عن جد مش معقول شاف أنت كثير يعني ما بعرف شهادتي مجروحة. هيدا الشيء أكيد بين ما مش مسموح قد إيه حلو. كيف بدي ذوق بين إيدي ولا بتاخذي الملعقة؟ خذي الملعقة. باخذ الملعقة. أوكي أنت عسروية؟ هلا أنا ممكن وقع وهيك يعني. يلا شو بدي؟ شوي مالح. شوي مالح شوي ممكن زدنا. البطاطا ما رح نحط لها شيء. اوكي يعني هيدول اللي رح نحطهم على السويت بوتيتو فبتخف. انا تركتك قصدا لانه هيدي بدنا نحطها على السويت بوتيتو. هلا مجرد ما عم ناكلها مع السويت بوتيتو بتعطينا جو قرير جو طيب جدا جدا جدا. واللحمه على جنب على الكرم. اوكي اورايت لكن شايف حاتركك انا شوي هلا واكيد كل شوي رح نجي نطلع عليك اذا الله راد وبلكي بنساعدك بعد شوي لانه هلا ما ساعدتك ما خربت لك شيء مما مش معوده هيك. دائما بتساعديني نيفين انت استوحي منك. ثانك يو شيف. لكن بعد شوي بنرجع لعندك. هلا رح نروح فاصل ومن بعد الفاصل رح نجمع فن التصميم وفن المكياج فكونوا كثار.
دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن عم نستمتع فيه كثير مع اصحابنا وخلصنا. الاحد الساعه 7 المساء على ال بي سي. ويمكن انت تكون الرابح. اربح 25,000 دولار اسبوعيا وسيارة بي ام دبليو شهريا. للاشتراك ارسل كلمة انضم او جوين او غجوة لرقم بلدك، كما بامكانك المشاركة عبر الاتصال على الارقام التالية. الموضة منا عنصر موجود بس بالتياب، الأزياء والفاشن منلاقيهم وين ما كان، بالسما، بالشارع، بالطبيعة، وبأي مكان بحياتنا اليومية. الموضة إلها علاقة بالأفكار، بالإبداع، وبالطريقة يلي منعيش فيها. Fashion is everywhere. It's a way of living. كاتوك يومياً الساعة 6 المساء على LBC. فيش واحدة جوزتها لما أكون حسيت بيها. طلع مجوز ثلاثة غيري يا بيي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ أحس بالأربعة. أنا تضربي لي ليلتي؟ الراجل يقدر يحب أربعة. الناس ليها أربعة على الفرازة. كريات أنت بتتقفين على ثلاث منك مكانك. دول طبعاً هم واثقين في بعض. أنت إيه اللي حضرك في النص؟ وأنا دموع الستات ما بتهزني. هو قال لك يا أختي إنه حيطلقني؟ يا أختي توكتي. زي ما ربنا خلقها على طبيعتها ضعيفة. طب ورحمة أمي تعلم على جدتك بشبشب. شفت يا حفك إيدنا. أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14. سنتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول. نفتتح التشارت هالأسبوع مع أغنية المركز الأربعين. الأغنية اللي احتلت المركز السابع لهالأسبوع. أما بالمركز الأول لهالأسبوع ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سوا أجمل الأغاني اللي عم تتنافس على التوب 1. انطرونا. توب 40 الخميس الساعة 7 المساء على ال بي سي. متابعة ببيروت. بهالفقرة رح نجمع بين فن التصميم وفن المكياج مع المهندسة الداخلية ومصممة اكسسوارات المنازل فادية بلوكجي. اهلا وسهلا فيك فادية. بونسوار. وخبير التجميل طبعا العزيز على قلبنا نبيل مخول. كيفك نبيل؟ ماشي الحال. شو الاخبار؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ الحمد لله. ان شاء الله دايما. فادية، بداية شو يلي اخذك صوب تصميم اكسسوارات الخاصة بالمنزل؟ اول شيء انا تصميم ديكور عاملي هندسة. اوكي. وعشت حياتي بافريقيا. وبافريقيا في مجالات كثير عندهم احجار. صح. سومي بريشس ستونز. وعندهم اشياء فن كثير قديم افريقي. بقى جت انسبايرد من هالفن وبلشت اعمل. قد ايه صار لك يعني تقريبا بهالمجال؟ صار لي من ال 2001 تقريبا. منيح. بس منيح. كنت عم بشتغل هونيك بافريقيا قبل. أوكي. وهلا صار لي خمس سنين، ست سنين بلبنان بس.
اوكي شو تشمل ابتكاراتك فاتا؟ نحن بنعمل انود سيرفيت نابكن رينجز اوكي مثل هيدول كذا موديل فيه من كل الاحجار كل انواع الاحجار عندنا اللابيز لازولو عندنا العقيق عندنا الاحجار بعدك بتجيبيهم من افريقيا الاحجار كلها اوكي ايه عندنا التايجر اي كل انواع الاحجار سوبي بريشس وفي عندنا قصص بتتعلق على هالحيطان هلا بعد شوي اكيد رح تقومي انت و... وفي فرنتشر كمان شوية فرنتشرز اوريجينال نبيل قديش بشدك هيك انواع اكسسوارات؟ يعني كل شيء خاصه بالابتكارات بشدني لالي، بصراحه لفتوا لي نظري كثير لانه بتحسي في خليط بين شرق بين اشياء خاصه افريقيه وتموج الالوان اللي فيهم بيجذب كثير، يعني بتحسي عندك بكل وحده في باليت خاصه فيها، بتحسي الوان البرونز كلها مع بعضها فايت مع شوي من الفضه، هونيك بتشوفي اللون الازرق مع الفضه مع الذهبي طيب. يعني هالمزيج حلو اي باليت رح نشتغل عليها اليوم انا وانت هلا بنشوف يلا بدك نقوم هلا يلا خلينا نشوف وصوب اي مكياج رح تاخذنا اليوم مع الصبية اليوم اخترت صبية شقرة اليوم صبية شقرة اي لانه بتعرفي كرمال النوع صح رح نشتغل اليوم مكياج هو بنشوف انه هيك عينين شوي بسيطة بالمكياج وتم كتير قوي اوكي لشغلة وحدة انه بنشوف انه هيدا المكياج دايما هلا عم بيعتمدوه على السهرات عم بيعتمدوه حتى بنشوف السليبرتيز يعني بيروحوا على الاوسكار وبيروحوا على مناسبات كبيره بهيك ميك اب 100% صرتي بتشوفي انه في عندك نيود ايز وشفاف كثير ريد ليبستيك او مثلا ليبستيك يمكن بوردو كثير او مضبوط اليوم رح نشوف لون بوردو على الشفاف رح نشوف انه مكياج ما فيه هاللمعه القويه كثير على العينين اوكي مكياج جدا بسيط بتحسي كانه في تحديد للعين اكثر وحتى التا عم لاحظ اوريدي انت حضرت الصبيه لتا مضبوط حضرت حتى التا كثير خفيف التا خفيف يعني هون في شغله حسب انت كيف بتوزعي التا على الوجه فيك انت ساعتها انه توزعيه بطريقه تقدري تغطي بدون ما يكون في عندك سماكه لانه بتعرفي نقاط المفروض تضويها بالوجه اياها بس حبيت التا اكيد من تروفي اكيد لتروفي لانه هيدي مرت جي ممنوع تجي من دون ما تجيب لي التالا لي وتالا نيفين لانه هيديك المره استعملته نيفين على الكاميرا الرائع اها لا حلو نبيل وانا عم طالب اصلا انه بهيدا التالا لقلنا كلتتنا انا وللبروجرام مرت جي بجي انا مع التا وبعمل لكم انا مكياج بتشوفوا كيف بيطلع النتيجه بس المشكل اذا عملت لنا وحبينا كثير نتعلق فيك بنصير بدنا كل يوم وكارثه عليك من الثنين للاحد اهلا وسهلا فيكم مثل ما انا بعتبر حالي ببيتي انتم المفروض تحتفظوا حالكم ببيتكم ميرسي ميرسي ايه هلا عم بشتغل بلون البرونز اوكي عم بتشوفي انه قبل كنا نشوف انه الالوان البرونزيه بنحطها على عظمه العين هلا بنشوف انه هاللون رح وزعه على كل العين على كل العين وين يعني قصدك يعني على الجفن المتحرك كمان أوكي. على عظمه العين من فوق حتى رح تطلع فيه 100% حتى بعدين بس حط انا الشادو اللي في بقلبه جلتر على الجفن المتحرك هو اللي بيقسم هو ساعتها اللي بيقسم العين كلها سوا بفرجينا انه في عنا يعني بتحسي بيظهر الجفنين الفرق بيناتهم يعني كيف طيب في عنا نبيل هون يمكن العين هي يلي بتخليك تقرر طبعا اي مكياج بس قصدي هيدا الميك اب بيلبق لكل الاشخاص تحط لهم بهالطريقه فيك تحطي المكياج هيك بهي الطريقه يعني تقريبا على العينين بيبقى في عندك بعض الاختلافات هون ساعتها انت بتلعبي باضاءه الشادو يعني المطارح اللي بتحسي بدك تبرزيها اكثر بتحطي لها جلتر المطارح اللي ما بدك تبرزيها كثير ما بتحطي لها جلتر تتركيه على لمعه الشادو الخفيفه حلو هيدا اللون شو هو؟ هيدا لون برونز بيجي على اورنج شوي صغيره، دائما كنا احنا نشوف انه قبل انا قلت لك رح احط ليبستيك لون بوردو حمراء لون خمريه، قبل كنا نشوف انه اللون الخمري دائما نشوف معه اسود، نشوف معه جراي، نشوف معه مثلا كحله، هلا بتشوف انه مثل ما في بالاكسسوار خليط بين ذهبي وفضه، رح نشوف كمان انه خليط بالميك اب هي بنلاحظ انه الموضه بتلحق كلها بعضها يعني أكيد. كله بيحق بعضه بالميك اب بالاكسسوار بكل شيء 100% هلا هون انا حتى ابرز العين اكثر رح احفر عظمه العين
باللون الأسود. أوكي. وهيدا ممكن إنه ينعمل بنهار حتى؟ ممكن ينعمل بنهار بس ساعتها الألوان ما بتكون هالقد ظاهرة، بتكون الألوان ممزوجة ببعضها أكثر. لاحظي شغلة إنه أنا ما عم بوصل الشادو على آخر العين، عم بسحبه من هون لبرا تعطي فتحة للعين أكبر. أوكي. عم نسرق لك الميك أب. عم تعلم كيف ستيل وبنحطها على اليوتيوب ويلا نصير نرجع نعيد ثاني يوم تجي عينك حمراء على الاستوديو. وشو استعملت اللون هون اسود؟ استعملت لون اسود، لون اسود بس في كمان شويه لمعه كمان حتى اعطي انه ما يبين اللون كثير قوي على الكاميرا. اوكي. للسمرة كمان بتستعمل هالالوان ولا ممكن غير الوان بيلبق لها؟ فيك تستعملي هول الالوان، فيك تستعملي الوان اقوى، يعني بدل ما تستعملي اللون البرونز فيك تستعملي اللون الاورنج، لانه الاورنج على البشره السمراء هي اغمق بيعطيكي لون فاتح مثل البرونز. صح مزبوط. اوكي. رح يصير في شي شغل تحت العين ولا لا العين رح نتركها سمبل هيك من دون؟ رح نشتغل بس هيك تحديد للرموش تحت العين حتى ما نضطر نحط مسكرة على رموش من تحت. اوكي. انت مع انه نحط مسكرة على رموش من تحت ولا لا؟ هلا في حال كانت فتحة العين منا كتير صغيرة ما في مشكلة، هلا انا بفضلها بس وقت تكون عم نشتغل مكياج مسرح، لأنه بتعرفي المسرح بده يبين إنه في عندك بعد بالنظرة. اوكي. لأنه أنا بيقولوا لي مثلا ما تحطي مسكرة تحت عينك تعطي شادو. مزبوط. من تحت بتعطيكي كأنه في عندك تعب تحت عينيك، صح؟ ودايما بحط بسمع الكلمة. عن جد مش معقول تسمعي الكلمة نانسي. طب أعمل عكس ما بيقولوا لي قال. هون عم برجع أنا أضيف من اللون البرونز حتى ما يكون محدد عندي رسمة العين من فوق. اوكي. ولاحظي شغلة إنه تحت الحاجب بطل عندي إياه كثير فاتح. صح. بس بعده يعني ميل هيك لبيج صار أكثر. مزبوط، ميل لبيج أكثر، وهلا رح أستعمل أنا شادو في بقلبه جلتر على ذهبي. اوكي. هلا بخلص انا المكياج، بتطلع علبة الجلتر ما بلاقيها، ثاني يوم شوف نانسي على الهوا حاطة جلتر. عندي واحد انا على فكرة هديتوني اياه بس مش هيدا اللون، الثاني اللي جاي شوي على برونز. خلص لكن انا مني هيدا هلا باخر الحلقة. ما قصدي بس انتوا كريمين ونحن كريمين. ميرسي ميرسي ما عندنا شك يا نبيل. اوكي، قصدي ليه ما استعملت هذيك اللون الثاني اللي جاي شوي هيك على برونز؟ ليه فضلت هون يكون على ابيض تقريبا؟ هو هيدا جاي ابيض وذهبي خليط مع بعضهم لشغله وحده، انه انا قلت لك انه بدي اجرب امزج بالالوان اكثر، يعني ما يكون في عندي الوان تشبه بعض. مش كلها ايه صح، تعمل هيك مزيج. هلا طبعا ما في شيء بجمل العين قد الاي لاينر. كيف الطريقة اللي رح تشتغلها؟ رح اشتغل اي لاينر على ريترو حتى يعطي مد للعين اكثر. اوكي. كفي. اي لاينر على فكرة من اصعب الاشياء اللي ممكن تنعمل. يعني بعتقد ثلاث ارباع السيدات ما بيعرفوا يرسموا اي لاينر. هلا هي بداية بس تبلشي ترسمي اي لاينر بتكون صعبة عليك شوي صغيرة، بس في طريقة تتعلم ترسمي اي لاينر، فيك تحطي ماسكارا بالاول على الرموش، بيكون في عندك هيك ساعتها باز متينه اكثر. او بيقدروا كمان يتسجلوا بالصفوف يلي رح تعملهم. بيقدروا يتسجلوا بقوه بالصفوف فيهم، لانه يعملوا كمان هيك دورات مثل ساعتين مكثفه. صحيح. امتين الدورات دخلك؟ دائما في دورات دايماً. تقريبا يعني ابتداء من شهر الجاي رح يكون في كل اسبوع في دوره للمكياج السريع. اوكي. ورح نستعمل الرموش؟ اكيد رح نستعمل الرموش اللي هن رموش من تصميمي انا. صح مزبوط، حكينا عنهم هذيك المره 100%. عملتهم بامريكا؟ لا هيك ولا وين؟ البرودكت كله بامريكا ما عدا رموش، الرموش معروفين كثير باندونيسيا. اندونيسيا اللي هن بيصنعوهم يدويا، كيف الشغل اليدوي اليوم اللي عم نشوفه. كمان رموش يدويه. وشو شو مميزات الرموش هولي؟ انه شعر طبيعي 100%. اوكي. هي اول شغله، ثاني شغله انه وزنهم كثير خفيف. هدول الرموش اللي شو بيسموهم هولي؟ مثل تبع السكوربيون هيدا
هولي رموش مخصلين وسميك على الطرف. أوكي. بيعطوا عباوة للعين وبنفس الوقت بيعطوا التخصيل اللي فيهم بتعطي انه لوك ناتشرال كتير. هولي تميزت فيهم مايا دياب، كانوا يقولوا كلهم بدنا رموش مثل مايا دياب، هيدا ستيل ممكن مع شوية كثافة أكتر. أكتر. هلا هي الفنانة مايا دياب هي بتجمل الأشياء أكتر. طبعا تحيتنا لها مايا. ايلاينر فينا كانت عم تقول نانسي انه اكثر معظم السيدات ما بيعرف يحطوا الايلاينر، دائما بتطلع عين غير عين، اذا بنحط كحله اول شيء بنرجع بنعلمها، هيدا طريقه بتسهل علينا شيء؟ اكيد طريقه بتسهل عليك حط الايلاينر، بس اذا بتحطي ماسكارا على رموشك الاساسيه قبل ما ترسمي ايلاينر، ساعتها اذا في حال كانت ايدك عم ترجف شوي صغيره، بيكون في عندك اساس متين اكثر، بتصير تسحب معك اكثر. بس لانه افضل تستعملي ايلاينر ما يكون جيل ووتر بروف اول شيء، لانه جيل ووتر بروف في حال عم تستعمليه بدك تصلحي ما بتقدري تصلحي. اوكي. واو شو حلوين رموش. بدي رموش. خالدي عندها سؤال لك. قد ايه بيضاينوا الرموش؟ الرموش هولي فيك تشيليهم نفس النهار، وفيك اذا قدرتي تحافظي عليهم بيضاينوك شي 3 ايام. بس لما بنشيلهم خلص على الكب يعني. لا ممكن في اشخاص بيرجعوا بيستعملوهم. لا لك شغله، الرمش الكامل فيك ترجعي تنطفيه. نعم. من التلزيق وتستعمليه مره ثانيه. بس كيف بدنا نشيله نبيل بالمي بينتهي؟ لا ما هو الرمش الكامل مجرد ما تعمليه هيك بايدك. بس ما بيأذي انت وعم تشيلي؟ لا ابدا ابدا، لانه هو بيركب على المنطقه بين الجفن وبين الرمش. اوكي. لانه ماجي كل مره بتحط لي وبتقول لي رجعي لترجع تستعمليه، بتحط عليه مي بينتزع بصير قلع. لا ما لازم تحطي له مي، لازم تشيليه قبل ما تنطفي. هون عم برسم العين من تحت بلون اوبرجين موف غامي. اوكي. بتشوفي هيك الخلطه بين موف وبرونز. والموف بتكون كثير على الموضه، حتى في ماسكارا صار لونهم موف نستعملهم، والايلاينر بنشوفه موف. حتى فيك تستخدمي قلم موف بقلب العين كمان في حال كانوا عينيك بدك تفتحي لهم لونهم. انا من قبل يعني بعد ما بين مظبوط علي، بس انغرمت بالرموش. غرمت بالرموش. في ياسيت، في موديلات كثيره نبيل نازل. في 7 موديلات رمش كامل. اوكي. وثلاث موديلات الوان باي وان حبه حبه. وكمان في عندك انه رموش حسب انت شكل العين كيف بدك ترسميه، يعني اذا مثلا بدك تعملي كات ايز لوك في عندك مثلا الرمش مسميين رقمه 1 2 3، يعني لانه تدرجات تبعوله قصير اطول اطول. كات ايز لوك كيف بيطلع هيدا؟ يعني بيطلع هو قصير من قدام، طويل على النص وطويل اكثر على الطرف، وعاملين انه حتى علب رموش فيها جوزين رموش، في حال بدك تحطي 2 فوق بعضهم تقدر تتحمليهم. يا حمستني. كثير حلو. ليه بعد ما جبت لنا لنشوفهم؟ لانه الرموش المفروض يوصلوا بعد 15 يوم. لا هيك عم كثير يعني عرفت، مثل واحد عم بي شو بيقولوا يحرقس الثاني هيك. هلا نانسي دايما محمسه، ما في خاصه دايما بتحب خاصه هيك تجميليه دايما بتحب. انت بدك تشوفي نانسي بعجقه الستير هي عم تحط ميك اب. لا 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 لا. بس في كثير ناس بحطوا ميك اب بعجقه الستير. منهم بحطوا فيرني وفيرني وما عندنا عجقه ابدا. عفكر احنا ما عندنا عجقه ابدا. عم فكر اعمل كتاب عن الحركات اللي بيعملوها النساء انه عم يعملوا ميك اب على المرايه. لا هي اكثر شغله هي لحظه اقول لك كيف الحركات التشويهيه للميك اب. ما في بنعمل هيك، بنسكر تمنا نحن و صح كلنا مضبوط مفكر انه لازم نعمل هيك لتبرم مضبوط. هلا نبيل بدنا نجرب اول شيء الرموش على نانسي بس هلا انت لو شفتيهم هون انا عم شوف شوي على المونيتور. ايه. لا بس سمعته عم بيقول 15 يوم اوكي هيدا هو الحمراء. ايه بيوصلوا الرموش مضبوط. هيدا الحمراء كمان طبخه جديده. هذا بيلبق مع الفيرني اللي انا حطيته، يعني صار في رموش وحمراء. هلا ححط والبريان ححط انا اصلا هلا بوقت ما نيفينكم عم بتحاور رح احط من هالحمراء على جنب. بدي اشوف الرموش كيف بيطلع عليك لتصيري كم مزبوط كم قديش. اوكي عم بتحط
لكن لون بوردو كمان تحت الكونتور على كل الشفاف. مزبوط بعبي فيه الشفاف لانه انا من الاشخاص اللي ما بحبوا البلاينر يبين فارق عن اللون الحمراء. رح نتركك هلا هيك تحط الحمراء على رواق، رح نرجع بعد شوي نشوف الفاينل تاتش او كيف طالعه الصبيه. اوكي رح نكفي هيك مع نيفين مع نيفين وفاديا وفاديا طبعا وافريقيا والحجار لا طلعنا بنعرف بعض وفي معارف كمان بيناتنا. فاديا قد ايه عم تحسي في حماس وفي رواج النساء عم بحبوا هيدا النوع من الحجاره والنوع من التصاميم؟ بصراحه تفاجات انا بلبنان انه في كثير اقبال عليهم وخصوصا هو النابكن رينجز. اوكي لانه كله من الحجار يعني ما له صح وعندنا ايتمز يعني كل واحد حسب التام وفي انواع والوان اللي بدك اياها بتستعملي يعني منهم لمناسبات اعراس اكيد للاعراس مثلا عندنا مثل هي الشابو هيك عم ياخذوها كثير للاعراس اوكي للنابكن ايه اوكي وفي التام اللي بدهم اياه في مثلا عملنا عرس ساندريون كنا عملناه لهيدا الشاريو حسب التام حسب التام ايه كيف بيطلبوا مني كيف على الطلب الاعراس على الطلب اوكي بيطلبوا منك حجاره معينه شو عاملين لون هن لحسب العرس شو الوانه عندك حجر مفضل بميزك بميز الكوليكشن تبعولتك او انا اكثر حجر بحبه هو التايجر اي هيدا للالوان الترابيه والعقيق هيدا العقيق الأغات. اوكي وبالنسبة لأغراض البيت؟ أغراض البيت عندنا قصص بتتعلق على الحيطان هي معمولة من أساور قديمة أكيد اوكي أساور من كله برونز هيدا قديم هافي هن تقال كانوا يلبسوها من زمان في عندنا هيدي الأسوارة المدورة الكبيرة هيدول كانوا يحطون اسمها مليمة كانوا يلبسوها من زمان بإيديهم ونحن عم بحط لها انا بحط لها الحجار وبتتعلق على الحيط نعم يعني أكترية البيوت صارت هلا مودرن يمكن ما هو هيدا لانه كثير مودرن بتحطي وحده على حيط او بانتري او على بالكون يمكن مزقزز مسكر تكسر هالمودرن تبعها نعم صح وبتعطيها هيك شيء هيدا السمبل كثير بس بطريقه مش مبالغ فيها لا مش مبالغ لانه حجاره كمان ملونه كولر طيب فادية تصاميمك بتختلف من موسم للتاني او اكيد عندنا كان في معرض كان عندنا كريسمس كنا عاملين اشياء كلها كريسمس شاركت بالمعارض بالمعارض كثير بنشارك في ايستر في للصيف في كل كولكشن كيف تخلق معك الفكره؟ بصراحة بتعرفي أنا مثلا هيدا بحب أحكي عنه هيدا سوري هيدا جزدين قديم كانوا يحملوه من الارتيزانة ونحن حطيت له عنبر وأجات الأبيض وعاج في عاج بقلبه وهيدا البرونز كله شغل إيد يعني كل الأشياء اللي عم تحكي عنها كلها صارت نادرة كلها يعني نادرة. بمجرد ما تكون بالبيت كأنها تحفة فنية هي إيه قطع أنتيك وكل واحد يعني شو حسب بيته شو لونه فينا نعمل لحجار اللون من البدنية يعني حتى يمشي مع كل البيوت كيف تم التنفيذ فادية بعد ما تطلعي بالفكرة؟ أنا عندي أتوليه وعندي مكتب وعندي ناس تشتغل مجموعة معي مجموعة بيساعدوكي. إيه بتساعد لأنه هيدا كتير صعب تركيبه حبال كلها بدها شد وبدك رجال وقوة أكيد إيه طيب لأنه هو القطعة ثقيلة حملة تقيل وزنها فيها وزن بس هيك قطع فادية قد ايه تقريبا بتاخذ وقت؟ بدي نهار على كل قطعة نهار لكل قطعة إذا كان عندك كمية مثلا في مناسبة معينة عرس قول الأعراس لا الأعراس بدنا شهر ماكسيموم قبل بقد ايه المفروض يوصوكي؟ شهر ماكسيموم شهر ما عم نعمل بين ال 500 وال 1000 والحجارة أكيد ما بيتغير لونهم ما بينكسروا لا لا هذا حجر طبيعي لا حجر طبيعي ولا ممكن يتغير ولا ممكن طبيعي من الأرض كل قد ايه تقريبا بتعملي مجموعة؟
من موسم لموسم، كل موسم نعمل مجموعة. موسم شتاء صيف، وإذا في المناسبات. ايه على المناسبات. يعني هلا على الفالنتين. فالنتين بنعمل مع كير هون في قلوب. اوكي. ايه وعلى عيد الأم. مع حجار على أحمر وأبيض. على عيد الأم فيهم ياخذوا فيه ال أكيد رح نشوفك نرجع على الفالنتين وعيد الأم لنشوف المجموعة. مجموعة. خلينا نشوف الصور، طبعا نحكي عن الأغراض اللي حتعمليهم، نحكي عنهم بس نرجع نستضيفك مرة جديدة. هدول فرنتشر بعملها. هولي براميل مبيض. براميل مبيض؟ مبيض. عاملينهم كراسي. هيدول المجموعة، هيدول اللي كنا عم نشوفهم. هولي كذا قطعة. نعم. البرونز بيتعلقوا على الحيطان على الباب. هيدا باب قديم افريكان. نعم. بينعمل طاولة فينا نعمله، فينا نعلقه على الحيط مثل تابلو معتقينه وأنا مظبطه. وفي هيدا هالمفتاح المهضوم الكبير كمان بيتعلق على الحيط. نعم. من نحاس هو مع حجاره. كثير حلوين فادية الاغراض عن جد، كثير حلوين ومميزين، وقليل ما بتشوفي يعني هيك تصاميم مثل ما قلنا بيكسروا البيت المودرن. كيف فيهم الناس يتواصلوا معك لاي حدا حب الاغراض؟ في اعطي رقم التليفون، فينا انستغرام، فيسبوك. فيسبوك عندي كايا، على كايا كرياسيون. نعم. وفي الويب سايت www.kayacreation.net. نعم. ومكتبنا بالكاسليك بسانتر دبس اتليه. اوكي فادية، لكن بتوعدينا نرجع نشوفك قريبا ان شاء الله بس تقومي بمجموعه جديده. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا. هلا خلينا نرجع ننتقل عند نبيل ونانسي. شو عم بيصير هونيك؟ ابدا ما عم بيصير شيء ابدا. عم حط رموش، لحظة عم نركب رموش لأنه ما قدرت ما جرب رموش أنا كمان. وانتبهي ما يعرفوا أكيد رح نشوفها على الهواء لأنه صارت جاهزة. الميك اب رائع. ونانسي تقريبا صارت جاهزة بالرمشين. بتعرفوا تحكوا ركبنا أول رمش وهلا ركبنا الرمش الثاني. أوكي خلينا هيك بس نشوف الصبية وبعدين أنا بظبط رمشي على رمش عيونها. حلوة. أوكي تجي يشوف زوزو مسكر الشاشه كيف حلوين شو هالعيون كثير حلوين. لكن هذا هو الميك اب. هذا الميك اب. هلا فينا بعد انه مثلا اذا حبينا نعطي حركه اكثر بالميك اب فينا نزيد من هذا الشادو اللي في بقلبه جلتر، فينا نضيف على اول العين. حلو كثير فيري نايس. خلينا نقعد لانه هيك صار تايم اوت. خلينا نقعد الصبيه. اوكي بليز كان يو سيت. اوكي واو هير بيعقد كثير حلو كثير عن جد بالفعل. نبيل ميرسي كثير. ميرسي لكم، انبسطنا انه شفناك وان شاء الله بنرجع نشوفك قريبا ان شاء الله يا رب. انا عم بطلع بناتي عم شوف غير وحده. شو عم تركز معها؟ عم تركز علي. بنشوفك قريبا اذا قال رب. اوكي يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا كمان ثانك يو فادية، ميرسي لحضورك معنا. ثانك يو. رح نتوقف للحظات قليلة مع الإعلام، نرجع نتابع، خليكم معنا. بدو2015 إديشن بتحمل معه الكثير من المفاجآت. أجدد الدانس هيتس بتشوفون وبتسمعون إكسكلوزيفلي ببابا. جولة على عناوين التابلويدز من حول العالم. مثل ما
عودناكم سبيشال ريبورتس واكسكلوزيف انترفيوز مع نجومكم المفضلين من الوطن العربي والعالم. تابعوا اخباري ببرنامج بوب اب على ال بي سي وقنوات روتانا. ورد الخال. كل هالاخبار واكثر كونوا على الموعد. بوب اب الاربعاء الساعه 7 المساء على ال بي سي. رادة الصغيرة المخترعة السعودية، أصغر مخترعة بالعالم. لكل امرأة كلمة سر تفتح للأبواب المغلقة. مجموعة من النساء حدوا من شكك بقدرتهم وخاضوا مجال الجراحة بفن وإتقان. خاصة نحن جراحتنا تعتبر بالميكروسكوب. سر ما بيعرفوا حدا غيرها. فكرتها جديدة وما لها منافس بالسوق. عندما سافرت إلى ماليزيا وجدت ما تبحث عنه. هون أمام العالم بأسره هالنساء رح يكشفوا سر نجاحهم بعربيات. مجموعة فتيات جنوبيات شكلوا كتيبة خاصة ليكشفوا أماكن الأنابل العنقودية. المرأة قادرة على تحقيق نجاح بسوق العمل. عربيات الأحد الساعة 8 المساء على الـ LBC. منتابع ببيروت وهلا فقرتنا فنيه مع الفنان الي كلاس. اهلا وسهلا فيك الي. هاي هاي الي تمام اللي بدك اياه. كيفك الي؟ تمام ماشي الحال. انتم كيف؟ نبدا بسنه 2014 كيف كانت وشو مشاريعك لل 2015؟ 2014 الحمد لله كانت منيحه، كانت حلوه. كان الي عمل كمان بال 2014 بعد ما اصدرنا اول اغنيه، نزلنا اغنيه ثانيه. هلا صحيح شوي قليل يعني، بس شوي قليل. وبالرجي قبل ما نبلش بدنا يغني لنا هالغنيه، بدنا يغني لنا هالغنيه. حبيتون يعني مش مهم الكميه، مهم النوعيه. صحيح 100%. على مين عم تتكل انتاجيا ايدي؟ انتاجيا يعني اول اغنيتين اطلعت، اول اغنيتين كانوا من انتاج الخاص. اوكي. مؤخرا اطلعت اخر اغنيه اللي هي خلصت ايامك من انتاج الاكس راي، اكس راي برودكشن. تحياتنا لهم. وهلا يعني مدينا معهم بالانتاج وان شاء الله نكفي اذا الله رد. حسب. وقالي انت معتمد يمكن السنجل وما بتفكر تنزل سيدي بالوقت الحالي كرمال الانتاج، او معقول ترجع تفكر بالموضوع صراحة. ولا انت بتفضل السنجل؟ انه لا، هلا اذا بتعرفي نحن يمكن اذا هلا بعصر السنجل انه اغنيه وحده تعطيها حقها كامل، ينشغل عليها مزبوط، تندعم بطريقه مزبوطة، يعني توصل اغنيه احلى ما السيدي كله 7-8 اغاني يكون. يمكن في اغنيه ما تاخذ حقها تكون حلوه، لا بفضل السنجل احسن. سنجل اضبط. برصيدك لحديت هلا كم اغنيه صار في؟ ثلاثه. مع مين تعاملت بهالاغاني؟ تعملت رأي غيرته مع الشاعر ايميل فهد. أوكي. وملحن يحيى الحسن وتوزيع عمر صباغ. نعم. كمان تعملت معهم بالاغنيه الثانيه اللي هي كيف تقبلي مع ايميل ويحيى وعمر. اخر اغنيه تعملت مع صديق لقلي بوجه له تحيه الفنان ميشيل رماح، كلام. نعم. ولحن والموزع عمر صباغ. تحيه لعمر صباغ، عمر صديقي. شو بدك تسمعنا؟ اللي انتم حابينه. اي واحد؟ لا انا صراحه ثلاث اغاني كثير حلوين. يلا بنسمع مقطع من اخر اغنيه. رايي غيرته يعني ما بفكرك شو عم بيصير جوا. والله رايي وغيرته صرخه من جوا طلعت. بس بنت هي اللي عم تطلب رايي غيرته؟ ايه مغرومه ومعذبه وخلص. ايه يا حرام. مغرومه ومعذبه ولا لا لا لا؟ يلا رايي غيرته. رايي غيرته. روحي ما بسألك بدي اتجاهلك يلي بيستاهلك ما طلعتي إلو. انا لازم اعيد النظر في شي غالي انكسر يلي بحبي غدر ما بتقبله. انا رأيي غيرت قبلي بالواقع ما عدتي لي المعود يرخص لك غلي يلا تسهلي. بتمنى ما تقولي لحدا انك انت اللي بعبدا مش باقي من صوتك صدى في اللي عالهدى. حلو كتير. الي اي كلمه بتشدك عاده هيك لحتى اللي بتقول ها هي الاغنيه خلص اخترتها؟ هيدي هي الاغنيه. بنبش على
لغة الشارع اذا بدي كلمات ايه الشيء اللي نحن بركي بنعيشه او بنحكيه كل يوم الاغاني اللي يعني يعني موضوع يمكن واقعي وعم بتعيشه اي صبية او صح. اي شاب. طب وانت والفيديو كليبات زعلانة اول غنية ليش ما صورتها فيديو كليبي اللي هي رأيي غيرته، بس برجع بقول لك كنت انا عم بنتج لحالي وبتعرفي انه انتاج الاغنية مكلف صحيح. صورنا ثالث اغنية بس بلشنا شغل مع شركة الانتاج وان شاء الله الاغنية الثانية مع شركة الانتاج الاغنية الرابعة اذا الله راد يلي عم تتحضر اكيد رح يتصور الكليب. كيفك انت والكاميرا بتحبها ما بتحبها؟ لانه اجى ايدي قال انا شوي خجول او بالعكس بتجنن لي. بس كيف كان عندك تعاطي مع الكاميرا وقت تصوير الكليب؟ كنت مرتاح ولا كنت ملبك وعتلين هم كيف صورتك رح تطلع فيها يعني؟ اجمالا بتخاف من الكاميرا. بتخاف من الكاميرا؟ ما بحبها. ولا المخرج روي ابو خليل موجه له تحيه كان كثير فرندلي معي وريحك؟ ايه كثير كثير ريحني وكان في قصه يعني بتفضل يكون في قصه ولا مشاهد عاده للكليب؟ لا قصة, قصة قصة احسن مثل واخبار وهو كيف عم كيف عم يتفاعل الجمهور معك اللي بسهراتك بدبي وابو ظبي وبيروت؟ يعني بالدول العربية ككل اشتغلت فترة بالأردن كمان طلعت على أبو ظبي ودبي. دبي الأغلبية هي هن لبنانية إذا بدك أغلبيتهم لبنانية صار عندي صداقات كتير برا يعني عم ضل عم يحبوا الجو عم يحبوا الأغاني. بتحس في غنية أكثر من غنية بحبوها ولا خصوصا إنه المواضيع اللي أنت بتختارها إن كانوا ثلاث أغاني هيك قريبة وواقعية بتحس هيك بتفاعلوا؟ صراحة أول شيء لأني لبناني وعم غني عندهم هونيك اشتاقوا للبنان هيدي واحد. اثنين ايه الأغاني تبعي الحمد لله الحمد لله كتير العالم حابينهم كتير حافظينهم يعني حتى هون بس وصلت هاي الغنية لإلك الحمد لله نشكر الله. نعم. طب بدك تسمعنا بعد شيء؟ أنا بدي أسمع شي خليجي. شي خليجي يلا. ايه يلا. عندك غنية براسي؟ لا ما في شيء براسي بس بحب الأغاني الخليجية. يودان دانا اللي دانا دانا واويلو يوداني دانا اللي دان دانا واويلو يودان دانا اللي دان دانا واويلو ابعد عن الشر يا عمري وغني له مشكل لحبك يا روحي الروحي مشكلنا. تغنيها معي؟ يلا. إذا نصحتك يا ريت تسمعني وتراعي لا تشتكي لي هني لا تلوي زراعي هذا الوفاء والصراح ساسي أطباعي وويلي قلبي من أطباعك أيا ويلو. يدان دان اللي دان دان ويلو يوداني دان اللي دان 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 واويلو يودان دان اللي دان دان واويلو ابعد عن الشر يا عمري وغني له. كمان تحيه لاهلنا بالخليج نوجه لهم تحيه. اللي ممكن تغني بالايام الجايه اللهجه البيضاء؟ كتير كتير يعني عبالك حابب فكرنا بهذا الموضوع وفي اغنيه عم تحضر باللهجه البيضاء الاغنيه الجديده اذا الله رد رح تكون باللهجه البيضاء. اوكي مكان كلمات مين الحان مين رح تكون ولا ممنوع نحكي؟ سيربليز فينا ناخذ من اكس راي سيربليز الاذن. بوجه لهم تحيه للاكس راي بدي اشكرهم على كل شيء عم يعملوه عن جد يعني واقفين حدي بكل شيء مقابلات. انا بحبهم كثير على كل حال. مين بتحبي اكثر واحد؟ أنا نديم تركيا بحبها كثير. حبيب قلبي إلسي بحبها كثير كمان. كيفك أنت والأعراس بتشارك بهيك مناسبات بتغني بمناسبات خاصة؟ بلبنان الحمد لله أعراس كل الصيفية الحمد لله ضل في أعراس كل جمعة عرسين ثلاثة إذا بهذا الموسم على عيد العشاء هلا و هذا بتجوز بالشتاء؟ بالصيف برد كله بالصيف بتجوز. الحمد لله بالصيف عم يكون في شغل للاعراس كثير اكثر واكثر من الشتاء اكيد. لا الحمد لله شغل بالنسبه للاعراس والحفلات الخاصه اي اوكي مش بقى يعني انه عم بسال ونحن عم خلصت ايامك خلصت يعني حنسمع والله طولوا بالكم عليها. اخترت عرفت يعني شو بدك تختار اي نمط او اي خط موسيقي رح تمشي فيه ولا بعدك ضايع بدك تشكل تنوع هلا مش حيكون ستيل معين يعني؟
لا يمكن هيدا هو الستيل اللي خلص، هيدا هو اللي مشيت فيه رح كفي. هلا بنوع بالاغاني، بطريقه ايه؟ الاغاني بنوع بال، عم فكر نوع بالموضوع لانه اذا ملاحظه ثلاث اغاني حرام انه عم نهجمين على البنت، هجمين على البنت يعني نرحمها شوي. لازم هالمره لا ايه بدنا نغنجها، غنجها شوي تدلعها. رح نشوف الشبكة بترقص اكثر، ايه لازم على موسم الصيف يكون في اغنيه هيت هيك ترقص. وانت بعدك صغير يعني ما كثير تهاجم. قد ايه صغير؟ يلا خلصت ايامك ولو. خلينا نسمع معذب لانه طيب قلي. يلا اوكي يلا. توقعتي انه بنت، شو صرتي بعيني صغيري يلي كنتي ست الكل. يلا خلصت ايامك شو هالكذبه غرامك، واذا بدك مني شي غمره بتشوفيني باحلامك. يلا خلصت ايامك شو هالكذبه غرامك، واذا بدك مني شي غمره بتشوفيني باحلامك. بيرجع لو شو ما صار، من ايدك حبيبي صار ما بيرجع لو شو ما صار. لو بكيتي ليل نهار، لو حتى نجت دمعك، يلا خلصت ايامك شو هالكذبة غرامك، واذا بدك مني شي غمره بتشوفيني باحلامك. على فكره ايه بالتمثيل ايه، والكليب كثير حلو، الصبيه اللي معك كثير حلو، حتى اللوك غير حدا غير هلا ايه غير. مين عادة بيختار كيف طلب باللوك؟ المخرج في ايمج كونسلتنت معين؟ في جندي مجهول وينه؟ لا ما انه هون في جندي مجهول، لا انا اجمالا بختار اللوك، وتساعدنا انا والمخرج والاصحاب وهيك، وطلعت الصوره حلوه كثير بالفعل. وين كانت التصوير؟ بمزياره. بمزياره، وقد ايه استغرق وقت؟ تقريبا من الصبح من الساعه 10 للساعه 1 بالليل. ومثل ما ذكرت إلي يعني انت بتحب القصه بالفيديو كليب، وعم نشوف هون قصه بس عم اهلك على البنت تعال. انا كنت عم بضربها واحد ثاني. إلي في شيء قصه عشتها انت؟ مظبوط يعني بين هالاغاني بين هالثلاث قصص بين هول اللي غنيتهم؟ اغاني يمكن رايي غيرته، ايه عشتها. عشتها اول وحده عشتها ايه. وكيف حسيت حالك؟ غنيتها من قلبي. غنيتها من قلبك، حلو كثير. شو في اشياء هيك عم بتحضرها هلا غير الاغنيه؟ في عنا شي سفر رح نكون قريبا جدا، سفر مطرح اذا الله راد، يمكن بشهر 5 و6 اذا الله راد، كمان على الدول العربيه. لا فالنتين رح كون بلبنان. اوكي نعرف وين رح تكون ولا بعد؟ بالمبدا بعد ما بعد ما اكس راي باترون، عم كون جمعه سبت اجباري يكون بالاكس راي بالباترون، بس اكيد في حفله قبل اكس راي لانه اكس راي ببلش مؤخرا اذا الله ان شاء الله. اكيد الي تفضل تسالي بعد شيء؟ لا بدي اقول له الي اكيد باقي معنا، لانه بدنا نعرفك على الشيف سيمين خوند، وقت تاكل من عنده بتصير دائما كل جمعه بدك تجي لعنا لانه اكله كثير طيب. طبعا انصحت من هون رح ناكل شيء كثير طيب، ورح تبقى معنا بفقره التيستينج، وبلكي بنكمل كمان حديثنا وبتسمعنا شيء. حضر حالك، فاصل اخير ومن بعده بنتابع، خليكم برفقتنا. أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14، فنتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول. نفتتح التشارت هالأسبوع مع أغنية المركز الأربعين. الأغنية اللي احتلت المركز السابع لهالأسبوع. أما بالمركز الأول لهالأسبوع ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سوا اجمل الاغاني اللي عم تتنافس على التوب 1. انطرونا
توب 40 الخميس الساعة 7 المساء على الـ LBC. اكتشف عالما جديدا من الترفيه التلفزيوني مع ماي اتش دي على عرب سات. ماي اتش دي تمنحك اكبر عدد من القنوات عالية الوضوح في المنطقة. شاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة فقط مع ماي اتش دي. احصل على عرض ماي اتش دي هيوماكس ووفر 50% بالاضافة الى 3 أشهر مجانية من خدمة تلفزيون حسب الطلب من سيليفيجن. لا تفوت هذا العرض، اسرع الى المحلات التالية اليوم. ليه دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه؟ انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. اللي نحن نستمتع فيه مع اصحابنا وخلصنا. الاحد الساعه 7 المساء على LBC. شيادية على طريقة جوان. برغل الرز بيعذب كتير يعني. هون الدسير كمان مألف من كاكاو بسكويت. في ظروف اللي عم يعملوا دايت. نخلي شوي للصوص الصيادية. أنا جبت الأكيديني لأنه منظرها كتير حلو. خليكن معنا لانه في كثير 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 ناس بحبوا يتعلموا هالاكل. هيدا عنده اشياء كمان غريبه الشكل مثل ما بقولوا. يجي لعنا لهون انا ناطرتكم. باي. عنار لطيفه يوميا الساعه 1:30 الظهر على LBC. ببيروت واكيد بدنا نستدعي الشيف سليمان خوان لنشوف شو حضر لنا وين صار. واو شو هالديسبلاي الحلو. ثانك يو. ما صورت شيف مثل العاده. صورت قبل شوي. بس بحب اقول لك انه انا زعبرت شيف. نعم. ودقت الشيء اللي كنت محضره هون بالبدايه، زيت السمسم يلي حطيته على الجبنه. نعم. ما بعرف اضاف هيك طعمه كثير غريبه. خي حبيتيها يعني؟ ايه كثير طيبه. ايه كثير منيح. هو اصلا طيب زيت السمسم. بونجور. كيفك انت؟ تمام الحمد لله. اوكي هون شوفي عنا ستيك. وي انا ما عرفت الطبق الثاني شو هذا. مختلفة. شايفة مالا فيليه كانت نيفين شو حلوة. في عنا ستيك. تفضل قلي. تحت منها فيها الكرام، فيها صوص كثير طيب الجو تبعها مع الكريم فريش. اوكي. وهون على جنب عنا نوع كاسافو، نوع من البطاطا الحلوة. شويتها ورجعت سلقتها نانسي. اوكي. وهرستها وطعمتها سويتي كثير طيبه. وحطيت فول منسف بزيت السمسم مع شويه اليالو زوكيني. وهيدي التينه للزينه وهو الورود اللي نقشتيه. هيدي التينه للزينه. صورتها قد ما حبيتها كثير حلوه. بتبقى غنيه هيدي التينه للزينه. عن جد عظيمه. هيدي التينه للزينه عظيمه. اوكي ميرسي شيف. ثانك يو. ميرسي شيف. الف صحه. ثانك يو. بنشوفك قريبا. ميرسي. اذا ما تغديت عشيت تفضل. ثانك يو شيف. لكن الي رح ننهي معك. أيه. بدك تغني لنا. ما حنخليك تاكل بعد ما نخلص بتاكل. هلا رح تغني لنا اي اغنيه؟ يلا منغني الاغنيه الثانيه ما غنيناها اللي كيف تقبلي. أوكي. اوكي بس خلينا بس نختم. نشكرك اكيد لحضورك معنا. نشكر كل اللي كانوا بضيافتنا اليوم. نانسي دائما الحلقه معك بتمرق هيك. ما بعرف ليه. ومعك قال هيك بخرع على السريع. أكيد هيدي كانت حلقتنا من نهار الأحد من ببيروت. نتمنى نكون كنا أنا ونانسي خفاف على القلب. وأكيد بنشوفكم بحلقة جديدة بكرة. فانطرونا. يلا باي باي. يلا إلي. يلا إلي.
محسوبي عغيري وإحساسك إلي عم يتعب ضميري من هالمسألة هني جوازوكي عزو ناطيوكي هني جوازوكي عزو طعموكي بس الحق عليك عليك كيف بتقبالي ترارا قالوا لك بكرة على مهلك بتصيري تحبي هيدي نظرية أهلك طلعت ولا شي هني جوزوكي عزو ناطيوكي بس الحق عليك عليك كيف بتقبالي. ثانك يو لكم والف صحة. ثانك يو شيف.